طيب، مساء الخير عليكم جميعا. أنا أحب أرحب بكم النهاردة في الندوة بتاعتنا اللي منظمها بيم أريبيا. أنا اسمي طاهر عبد الغني، أنا مهندس معماري وباحث في مجال العمارة والعمران، ومدرس مساعد في جامعة MSA في 6 أكتوبر. أنا أحب الأول أشكر الناس اللي حاضرة دلوقتي واللي هتحضر إن شاء الله. وانا يعني كان نفسنا نعمل المحاضره دي يعني فيس تو فيس، بس نظرا للظروف اللي احنا فيها دلوقتي، يعني الله اعلم احنا هنقعد لحد امتى كده، بس ان شاء الله يعني الازمه دي تعدي على خير وبفترة وقت ان شاء الله. احب كمان اشكر باشمهندس عمر سليم واشكر بيم اريبيا على استضافتنا النهارده وعلى مجهودهم في تنظيم ندوه مهمه زي دي، ومطلوب في رأيي إنها مطلوب إن إحنا نتكلم فيها بشكل مكثف. الندوة النهاردة عنوانها Social Architecture Beyond Aesthetics and Materialism، أو بالعربي العمارة الاجتماعية ما وراء الجماليات والماديات. والحقيقة اللي خلانا نفكر في موضوع زي ده كذا حاجة. أولاً، في الفترة الأخيرة في عصرنا، والفترة الأخيرة دي بنتكلم مثلا 30 أو 40 أو يمكن 50 سنة اللي فاتوا، حصل نوع من شيفت أو تغيير في الشكل وفي النسيج في النظام العالمي اللي موجود دلوقتي، وبالأخص في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. والتغيير ده اتجه ناحية حاجة اسمها الفكر التجسيدي جاي من جسديا، يعني التجسيدي، ان احنا بقينا بنجسد كل حاجه قدامنا، كل معلومه بتجي لنا بنحاول نحطها في فيزيكال فورمز، في حاجه جسديه، على حساب الاسنس او على حساب الروح بتاعها. فبقينا مهتمين بالشكل اكتر من المعنى الحقيقي او الفلسفه ما وراء الاوبجكت ده او وراء البرودكت ده. مع الوقت ومع ظهور زمن العولمه الجلوبالايزيشن والاصلاحات الاقتصاديه الثانيه، زي مثلا نيو ليبراليزم او ما بيسموها الشكل الجديد للليبراليه، اتطور الفكر التجسيدي ده للتفكير المادي او الابهار. في حاجه اسمها الفكر الايه، فكر الابهار، او انا بحب اسميها الابهار الجماعي، كولكتيف سبكتكل، ان بقى عندك مجتمع دلوقتي اتخلق مبني ان هو ينبهر بحاجه. وده بقى جلوبال ميثودولوجي، او بقى منهج عالمي شامل، هو بيتبع ان مش بس ان الحاجه دي تجيب فلوس، بس الحاجه دي بقت محطوطه في ايد شخص او مجموعه من الاشخاص، وبيبقوا يعني متحكمين في شكلها، متحكمين في البروسس بتاعها، متحكمين في المنهجية بتاعتها، ومش بس كده، متحكمين كمان في مفهوم الناس للحاجة دي. طيب، بالتوازي مع الكلام ده ظهر تاريخ عامل لنا أزمة نفسية كده، هو تاريخ 2050. التاريخ ده بيقول إنه ناس كتير، طبعا يعني مش محتاج ان انا اعيد نفس الكلام اللي بيتقال في يعني في الابحاث اللي فاتت، ان ناس كتير هتعيش في المدن، ناس كتيرة يعني الريسورسز هتقل، ومش وهنلاقي مشاكل في الإسكان ومشاكل في المية ومشاكل مش عارف ايه وإلخ إلخ إلخ. ده دلوقتي حصل نوع من الكونفليكت أو من الأزمة، إن بقى عندك عمارة أو بقى عندك منتج رايح ناحية الشكل والإبهار، ومش رايح ناحية الإيه، الإنسانية. وعشان كده بيظهر نوع من المعماريين اللي اسمهم الستاركتكس، او المعماري النجم او اللامع يعني. وكل ده بيظهر بشكل تدريجي في السوق زي ما احنا بنشوف، وكمان في التعليم مع الطلبه ومع طريقه تفكيرهم ومع طريقه التدريس بتاعها في الاركتكتشر ستوديوز يعني. ده موضوع كبير قوي ومش جديد، واحنا مش هنبقى اول ناس ولا اخر ناس هنتكلم عنه، بس حبينا نسلط الضوء على الموضوع ده بشكل مختلف شويه، بزاويه مختلفه شويه. حبينا نشوف موضوع المسابقات المعماريه، وازاي المسابقات بتحاول يعني تتبنى فكر معين، فكر اجتماعي، بحيث ان احنا نطلع او المعماريين يطلعوا منتج يخدم المجتمع
على اساس ان المعماري ان المسابقات المعماريه في بعض الاحيان بتتبنى العمليه الديمقراطيه في التصميم، بمعنى ان في مشاركه بين المعماري والاهالي او اللوكال يوزرز. هل في ديمقراطيه فعلا؟ يعني هل المسابقات المعماريه دي بتلبي الاحتياجات الاجتماعيه في عصرنا الحالي؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع اثنين مهندسين معماريين متميزين جدا، شاطرين ومجتهدين جدا. وانا بصراحه ليا الشرف ان انا تعرفت عليهم في الفتره الاخيره دي، وتعرفت على مشاريعهم والشغل اللي هم بيشتغلوا فيه، وهو بصراحه شغل متميز جدا جدا. يعني عايز ارحب الاول بشمهندس احمد ابو بكر، مهندس معماري حاصل على الماجستير في العماره من جامعه البوليتكنيكو دي ميلانو في ايطاليا، شارك بالعديد من المسابقات المحليه والعالميه، وحاصل على العديد من الجوائز، اهمهم يمكن هي الجائزه التشجيعيه في مسابقه الفينيس بيانالي لسنه 2020، وكمان الجائزه التشجيعيه في مسابقه تصميم الميادين بالعاصمه الاداريه الجديده. وهو دلوقتي بيعمل استشاري بشركه محارم بخوم في مشروع سابق بالتجمع الخامس. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. أهلا وسهلا بك يا مصطفى. أهلا بحضرتك. معانا برضو باشمهندس محمد زكي، مهندس معماري حاصل على العديد من الجوائز المحلية، وشارك بالعديد من من المسابقات الدولية كمان. وهو دلوقتي بيشتغل في شركة DMA للاستشارات الهندسية في قسم الأوربن واللاندسكيب، وكمان بيعمل كباحث في معهد القاهرة للهندسة. أهلا بك يا باشمهندس زكي. أهلا وسهلا بك يا طه، منورنا. نورك. الحقيقة أنا بصراحة يعني مبسوط جدا إن باشمهندسين معانا النهاردة، وأنا متشوق جدا وأعرف آرائهم في موضوع زي ده. أحب بس أوضح إن الندوة دي بيتعمل لها لايف ستريمينج على الفيسبوك دلوقتي، فاللي مش عارف يخش ممكن يتابعنا من على الفيسبوك برضو. الموضوع هيمشي كالتالي: أنا هسأل أسئلة، هطرح أسئلة على الباشمهندسين، لينا وقت معين هنخلص فيه الأسئلة، وبعد كده في الآخر هيبقى فيه فرصة إن احنا ناخد أسئلة من الحاضرين. في الأول أحب إن كل واحد من باشمهندس أحمد وباشمهندس محمد إن هو يتكلم شوية عن شغله وعن المشاريع اللي دخلها والمشاريع اللي اشتغل عليها، ويدي رأيه كده فيها وفي الندوة بشكل عام. يعني فنبتدي الأول باشمهندس أحمد. طيب، هو الأول السلام عليكم. أنا بحب الأول أشكر طاهر على المقدمة الجميلة دي. يعني إحنا بيبقى قليل جدا لما بنلاقي إن في إيفنت ممكن إن هو يساعد أو يخدم في عملية البحث المعماري في قضايا مهمة زي القضية اللي إحنا ماسكينها النهاردة، اللي هي علاقة السوشيال أركيتكتشر بالمشاريع بتاعتنا وبالمسابقات، وإزاي إن المسابقة ممكن يبقى ليها دور كبير. خاصة إن أنا بالنسبة لي بدأت إن أشتغل في المسابقات من وأنا طالب في الكلية. كان لازم عندي تاسك ضروري جدا إن أنا أبدأ أشتغل في المسابقة كل سمستر تقريبا لحد لما اتخرجت، وبعد كده بدأت أشتغل في المسابقات حتى وأنا شغال في السوق المعماري العادي. بعد كده بدأت إن أنا أفكر في الماجستير بتاعت إيطاليا. لما رحت الماجستير بتاعت إيطاليا عرفت فكر جديد بتجربة جديدة عشتها هناك في إيطاليا خلال السنتين. بدأت إن أنا أجمع زمايلي من دول كتير، من أوكرانيا، من إيران، من روسيا، من سوريا، عرفت ناس كتير يعني. فبدأت إن أنا أشاركهم في موضوع المسابقات، وكان واحدة من أهم المسابقات اللي أنا دخلتها اللي ساعدت في الموضوع اللي احنا جايين بنتكلم فيه النهاردة، as a social architecture. إزاي إن ممكن المسابقة نفسها تخدم هوية معينة، إزاي إن ممكن المسابقة إن بلد تحتاجها إن هي تنشرها بحيث إن هي عايزة تخدم society معين، locals معينين. إزاي إن المسابقات المعمارية دلوقتي بقت حاجة مهمة
ان هي بتساعد على خدمه العماره بشكل عام، وازاي ان المسابقه يعني بتجعل من المعماريين في حته البحث وان هم ينزلوا يتعاملوا مع الشعب ومع الثقافه ويعرفوا شويه عن الكالتشر والتاريخ والدين. ويمكن هي دي الحاجات المهمه اللي احنا جايين نتكلم فيها النهارده، اللي هي ان في حاجات تانية ورا موضوع ان انت بتطلع مبنى شكله كويس او جميل او بتقول الله عليه. لا، ده هو الفكر كله، ان هو رايح ناحيه ان في حاجات تانية انت بتبص لها اثناء، يعني انت ديزاينر از ان اركيتكت او از ا ديزاينر، انت بتبدا تبص لها بعيدا كل البعد عن ان انت بتطلع حاجه طبعا شكلها كويس وكل حاجه، بس الفكره اللي هي مسببات. والمسببات دي يمكن بنلاقي ان المعماري اليومين دول ما بقاش بيبص لها بشكل كبير، ما بيبصش يعني ممكن المعماري يتعامل مع الشكل ان هو عايز بس اللي هو ايه، زي عندنا في مصر في معظم المشاريع اللي انا اشتغلت اوريدي فيها يعني از كونسلتنت او از كونتراكتور، ان في مشاريع كتير بتقوم بس ان انا بقوم مبنى عشان اجيب فلوس من وراه عشان اقدر ابيع للمالك، والمالك يقدر يبيع للناس تانية سواء في الشركات الكبيرة او الشركات الصغيرة. لكن اكتشفت ان مشروع الماجستير دوت لما رحت ليتوانيا، رحت شفت هناك وتعاملت مع الناس هناك، وقفت مع الناس اللي بيقفوا عند المبنى هناك المراد ترميمه او اعاده تنفيذه او جده واعاده بنائه، وده اللي هنتكلم بيه في التفصيل يعني بالتفصيل عليه النهارده. لقيت ان الموضوع يعني في ابعاد تانية، هي دي الابعاد اللي احنا تقريبا جايين نتكلم عليها النهارده انا وطاهر ومحمد وبس كده. يعني هو دوت كان ملخص للموضوع اللي انا يعني عشته خلال التجربة المعمارية بتاعتي، وبالذات في المسابقات المعمارية. تمام، شكرا يا باشمهندس احمد. باشمهندس محمد، المايك عندك، انت ميوت، اعمل ان ميوت. معلش انا اسف. شكرا طاهر على المقدمه الجميله ديت، وشكرا لبيم قريبي على تنظيم الايفنت الجميل ده. هو يعني مشكله العماره وانها حاليا بقت تتجه اتجاه بعيد شويه عن الناس وعن احتياجات المنطقه وعن احتياجات الناس، ده اثر بشكل سلبي علينا كمجتمعات، وده اللي احنا شايفينه في ارض الواقع. يعني ف الواحد بيقعد يحاول من بداية ان هو ازاي مثلا اي مشروع او اي حاجة يخشها يشوف الناس عايزة ايه، او بتتكلم او محتاج او ايه الطلبات بتاعتها، ايه اللي محتاجينها، بحيث ان المشروع يتكون علشانهم. وده اللي حاولت اعمله في مجرى العيون والمسابقات اللي كنا بنخشها عامة، في برضه مسابقة مدرسة السنغال، وازاي بدأنا نخلق مع التيم منطقة تبقى كالتشر ليهم، وتعلمهم حرف معينة، وتعلمهم وتبقى من اللوكال ماتريال بتاعتهم، بحيث ان هم اللي يبنوها ويطوروا فيها، ولو حبوا يبنوا فيزيس تانية يبنوها، تبقى حاجة خدمية للناس اكتر من انها تبقى حاجة ابهار، او يعني زي انها حاجة مثلا ايه تنفر المجتمع وتكون حاجة تضاد من المجتمع يعني. فإن شاء الله الواحد تجربتين، تجربة مجرى العيون في مصر، وإزاي الواحد نزل عمل ريسيرش في المكان وسأل الناس لمدة إزاي هم محتاجين إيه بالظبط، وده حاولنا نبينه في المشروع. ومدرسة السنغال إزاي بدأنا نبرز الطلبات اللي هم محتاجينها هناك في المدرسة. بس شكرا يا باشمهندس محمد. طبعا يعني احنا من خلال الندوة دي هنحب برضو ان احنا ايه نتعرف على المشاريع والمسابقات اللي اشتغلت فيها بالتفصيل، فهنطرح عليكم أسئلة وممكن انتوا يعني تبتدوا توروا للناس وتشاركوا معاهم تجربة بتاعتكم في المشاريع دي. فحابب ابتدي معاك يا باشمهندس محمد بالمشروع بتاع مجرى العيون، وتبتدي تتكلم تقول لي مثلا يعني من خلال تجربتك كده شايف ايه دور المعماري في المجتمع، وايه معنى كلمة اساسا social architecture او العمارة الاجتماعية. تمام. يعني خلينا كده نتكلم عن مجرى العيون، وازاي التجربة ديت احنا بدأنا
ندور عن احتياجات الناس ويكون المشروع على أساسه. ففي البداية مجرى العيون هي منطقة تاريخية بيعدي فيها سور مجرى العيون عند منطقة مصر القديمة في فم الخليج. كان الهدف من المشروع إن إزاي نرفع من قيمة المكان اقتصاديا ومكانيا مع الاهتمام بالناس، يعني بالناس إزاي هم محتاجين إيه، وده على أساسه هيتكون المشروع، يعني مش نتغاضى عنهم يعني. فبدأنا أول حاجة ننزل نعمل نشوف هم السايت أناليسيس، الأماكن القوى اللي في المكان، الفترات اللي عدت عليها تاريخيا زي فترة صلاح الدين المماليك العثمانيين، الفترة الفرنسية، شفنا المنطقة إيه اللي هم محتاجينها من لاند يوز، وإيه الهيمنة اللي موجودة. هم هناك عندهم مناطق ورش كتير مع ريزيدنشال، البيلدينج كونديشن حالتها عامل ازاي، الهايت بتاعت المباني، الماتيريال بتاعتهم انهم بيستخدموا الكونكريت، والكونكريت مع الطوب والوود والستيل، المواصلات هناك ايه اللي بيوصل للمنطقة. فهم عندهم مترو وعندهم العربيات الميكروباصات والتوك توك، يعني مكان كويس ان هو بوتنشال ان هو ممكن يوصل له اي حاجة من اي حتة في مصر. وبيعدي فيه اهم الشوارع في مصر. وبعدين شفنا الاربن فابريك في المكان، فهو عامل زي التوسعه اللي هي انفورمال، ان الناس كل واحد بيبني جنب جاره، جنب صاحبه، جنب العيله، يعني بحيث ان هي التكوين بيتكون. درسنا المنطقه من حيث الكونتور وطبيعه الارض، وازاي ان كان في مشكله صرف الكيميائي بتاع الجلود اثر على التربه في منطقه معينه. فكان من ضمن المشاكل اللي عندنا ازاي ممكن نحافظ على الحرف الموجوده مع الحفاظ على البيئة المحيطة أو التربة الموجودة في المنطقة. درسنا إيه اللي مطلوب في المنطقة، إنها يعني إيه الديستنيشن اللي هم محتاجينه من السياح أو من اللوكال أو من الناس اللي حواليهم في المنطقة. وخاصة إن هناك بيحصل زي احتفالات دينية في مسجد حسن الأنور، لما يحصل مولد لمدة 7 أيام. عملنا ريتنج للبوبيليشن الموجود في المنطقة عشان نبقى عارفين إحنا بنشتغل مع ناس قد ايه في المنطقه، سكان. درسنا السوشيال اناليسيس للحياه اليوميه بتاعتهم، وشفنا ان هم بيبقى مثلا كل ما في اي حاجات بيحتفلوا بيها دايما، زي مثلا مولود جديد بيبقى للعيله، حد بيتجوز جديد، حد بيتجهز له، حد اللي هي المسجد حسن الانور لما بيكون في احتفال ديني، فهو بيوصل لحد هناك من مسجد السيده نفيسه لحد هناك. فكل ده كأنه طريق ازاي ديني ثقافي انه بيتكون في المكان. برضو ازاي الاهتمام باللوكال كرافت اللي موجود في المكان من حيث الجلود، واننا نحافظ على الحرفة اللي موجودة من غير ما اننا نسرها او نبعدها عن المكان لانها بوتنشال في المكان. ان برضو في صناعة النحاس هناك والخشب والحاجات دي، ازاي ممكن تتطور انها تطلع برودكت انه ممكن يتباع بسرعة. بصينا برضو في البروجكت ابروش على السوشيال ابروش للناس، وازاي ممكن نشوف احتياجاتهم الايكونوميك بتاع ازاي نرفع من القيمة الاقتصادية بتاعت المكان، والقيمة الاقتصادية بتاعتهم ان هم يكسبوا من المشروع ما يكونش حمل عليهم. الكالتشر ابروتش ان هم يبقوا حاجه ثقافيه توعيهم، لان هناك في منتشر الجهل بصفه كبيره. فكان من ضمن الحاجات ان ازاي نوعي الناس على ريسايكلينج ماتيريال. هم هناك اصلا بيستخدموا الشيدنج اليمنت بريسايكلينج ماتيريال، معظم الحاجات في البيوت في الواجهات المبنى من ريسايكلينج ماتيريال. وده ودانا للكونسبت اللي احنا عايزين نفكر فيه مع السوات اناليسيز اللي احنا شايفينها في المكان اللي من حق. فكون لنا مشروع ازاي يبقى هو خدمي للمكان. فتكون منطقة ووتر فرونت، ثانيا منطقة جنب النيل عند فم الخليج، ازاي المكان ده يبقى مثلا يتخلق فيه مشروع فيه زي ووتر تاكسي، ان هو ياخد الناس يوديهم للمشروع، يتكون في مدخل المشروع بازارات ان هي يبدأ يتشد الناس واللوكال كرافت انها تتباع فيها. الجزء اللون الاخضر دوت ده الورك شوبس، وان هي متقسمة 3 زونز، زون للجلد، صناعة الجلود، وصناعة الخشب، وصناعة النحاس، وبينهم
بيحصل زي دمج ما بين صناعة وصناعة، بحيث انه اول ما يروح يبقى منتج ينفع يتباع في البازارات. الجزء الامامي اللي بص على السور كله كالتشر سنتر واماكن اندور او الدور جاذرينج وثيتر اوبن ثيتر ومكتبة ان الناس بتقعد فيها، مسجد في المنتصف، وبرضه كانوا محتاجين حاجة زي تعمل لهم فند وحاجات للمكان، هوتيل صغير بص ناحية السور، وجزء بيزنس الستارت اب انه يكون بيجمع الشركات الناشئة بحيث ان هو يحصل قيمة اقتصادية عالية. ورابط المشروع من ناحية السور مسار كالتشر رود، ومن قلب المشروع السوشيال رود، ودول هنشرحهم توسع اكتر بسرعه. الاكسسبيليتي في المشروع هو كان انك انت ازاي الفكره بتروح من نود لنود لنود لنود، كل ما انت ماشي في بتروح لمكان بتبقى انت باصص عايز تجرب تروح المكان التاني عشان تجرب اكسبيرينس مختلفه وتعيش دور يعني حاجه مختلفه في المكان. الترانسبورتيشن في المكان عالي جدا، يعني في من النيل وفي مترو عادي في المشروع، وهي بتعدي على طرق رئيسيه، فكل ده اماكن قوه للمشروع. البابليك سبيس اتخلق بابليك سبيس لكل فراغ وكل زون، بحيث ان كل مكان بيبقى فيه بابليك سبيس خاص بيه. يعني الكالتشر سنتر كله في بابليك سبيس من ناحيه السور السوشيال رود، اماكن البازارات فيها بابليك سبيس الناس بتبيع فيها يعني كاوت دور. نفس الكلام في الورك شوب برضه بابليك سبيس ليهم، بحيث انهم يشتغلوا برضه في الاوت دور بره الورشه، والناس ممكن تيجي تقعد تجرب في الحرف الموجوده. الليفلز كان الليفل من بدايه المشروع اللي بيطلع لحد اخر نقطه في المشروع اللي هي البيزنس او الهوتيل، بحيث ان يبقى في جود فيو للناس وهم ساكنين ليهم. والمشروع يعني هو درس من ناحيه الناس كلها اللي بتبقى محتاجه ايه، بتروح بسرعه، يعني اللي جايين من نهر النيل او اللي جايين من الشوارع ازاي بيتحركوا. فكانت الدراسه اكتر مفصله ان كل بروجكت او كل مبنى في المشروع يعني بيساعد المشروع بايه. فالووتر فرونت مثلا ده حاجه مثلا انتراكت للناس اللي جايه وبيخلق حاجه جديده. الورك شوب او البازارات زي ما يعني فراغات متكونه من نودز، بحيث ان كل فراغ لو هم عايزين يعرضوا حاجه بره بتتعرض اسرع من جوه. في الورك شوب كل يعني كل زون للحديد وزون للخشب، وبينهم اللي بيكون برودكت ان هو يتباع بسرعه. الكالتشر سنتر الجزء اللي باصص ناحيه السور، في جزء في اوبن ثيتر على السور بيتعرض عليه حاجات، وفي اندور ثيتر وسينما ومكتبه واماكن جاذرنج للاجتماعات والناس بيجتمعوا مع بعض. طيب احنا كنا عايزين نعمل ايه في المشروع؟ عايزين في كام اليمنت احنا كنا بنحاول نوفرهم: الانتر اكشن، الايمج، السايكوليشن، فلكسبيليتي، الفيزابيليتي، السستينابيليتي، الكومفورت، المود، الاجابيليتي، السيفتي. فالانتر اكشن احنا عاملين في المشروع كل حاجه، كل مكان ليه انتر اكت غير التاني. يعني في السوشيال رود انتر اكشن بيحصل فيه غير اللي بيحصل في الكالتشر رود، غير اللي بيحصل جوه البازارات، غير اللي بيحصل جوه الورك شوب، فبيدي اكسبيرينس مختلفه للي بيزور. الايمج احنا بنحاول برضو نخلق حاجه للزائر او السائح اللي جاي المكان، ان بيترسخ في دماغه حاجه ان هو المكان دوت مثلا تاريخي، وان هو اثري، وان هو فيه حاجات، فبيترسخ في دماغه ايمج معينه. الفلكسبيليتي سواء في البلانز انها بتتكون، او يعني في الورك شوبس انها مثلا بتصغر وبتكبر على حسب احتياج الناس اللي فيها، او الامتداد الافقي والراس للمشروع. الكومفورت ان هو مكان بيحس ان يبقى في راحه، ان الناس بتيجي تقعد فيه ومبسوطه، وانها بتاخد فيه اكسبيرينس مختلفه. والمود اللي بيتكون لهم في المشروع حتى في الاضاءات. السستينابيلتي بنحاول ازاي نوفر اكثر درجه ممكنه من الانرجي والووتر في المشروع. فليكت للسمجرى العيون من نفس الماتيريال، ما تكونش حاجه تضاد منها وتبقى ماشيه مع السكاي لاين الموجود في المنطقه. ودي رؤيه عامه للمشروع.
الاكتيفيتي رود. الاكتيفيتي رود هو عباره عن منطقه عن ما بين كلتشر، ما بين منطقه الكلتشر، المباني الكلتشر، وما بين السور. بيكون فيه زي اماكن عجل واماكن جري واماكن، وكلها زونز بتتكون الناس بتعمل فيه نشاطات مختلفه، زي مكتبه مفتوحه بره، قعدات مفتوحه، قعدات بره، التياتر اللي موجود اللي بيتعرض زي داتا شو على الـ على الـ على الـ على فم الخليج، انه يعرض حاجه معينه. درسنا البابليك سبيس يوزر، لكل واحد داخل عايز يعمل ايه. يعني مثلا اللي جاي يشتغل في الاوفيس محتاج مكان للاكسبو، فعملنا مكان للاكسبو. اللي جاي سائح عايز ايه، اللي جاي عايز يلعب حاجه معينه بيلاقي مكان، اللي جاي بالعجل، اللي جاي باللوك اللي هم من اللوكال المنطقه. فكل ده الدرس ممكن ازاي يبقى موجود جوه المشروع. ومع اللاندسكيب الموجود، ان هو ما يكونش مؤثر للسور كتاريخيا، هو حاجات تبقى ناحية السور مش بتشرب مياه كتير، بعيد عن السور ممكن تتكون حاجات فيها بتتم ظل المشروع. السوشيال رود ده عبارة عن الفكرة بتاعته اللي احنا اخدناها، احنا لما بتيجي عند سور مجرى العيون بتلاقي فوق البيوت متكون زي خشب طالع كانوا بينشفوا فيه الصمغ العربي. فده كان فكرة الانسباير فروم، يعني ده الاستراكشر. فكون حاجه فيها ورابط قلب المشروع ببعضه ومأكد المدخل، بحيث ان ممكن يحصل فيه اي ايفنت طول الاسبوع، سواء ممكن يبقى فيه يعني مثلا في يوم مثلا في سوق، فبتتكون في سوق السوشيال رود دوت، او لو مثلا كالتشر او حاجه بتتعرض، فبيتكون حاجات مختلفه على طول الاسبوع، بحيث انه يعني يخلي الرؤية، يعني يخلي مثلا الناس عندهم رؤية مختلفة في المشروع، وانهم يشوفوا المشروع كله من فوق. وكان من ضمن الأهداف ان يكون جوه النود الأساسية حاجة بتعمل ظل، وفي نفس الوقت يعني لما بينزل أمطار أو حاجة تتجمع تبقى في ووتر فيتشر للمشروع. دي كانت رؤيتنا للبيفور اند افتر اللي موجود حاليا، واللي احنا الواحد كان بيتخيله كبديستريان جود، وكان انتراكت للناس. الفم الخليجي هو الناحيه الثانيه ما فيهوش الارشز ديت، يعني ممكن كان حتى يفرد حاجه يبقى داتا شو للناس. فدي فكره، دي كده المجرى العيون. المشروع الثاني اللي برضه كاكسبيرينس مختلفه او كفكره مختلف، برضه كان احتياجات مختلفة تماما عن الموجودة في مصر، وهي السنغال إليمنتري سكول. ودي دخلناها أنا وتيم أيمن وعبد الرحمن وعمر. كان المطلوب مننا إننا نعمل زي مدرسة، مش مدرسة مفهوم مدرسة، مدرسة حرفية ومدرسة تعليمية، وتبقى كالتشر للناس. فكان الهدف اننا ازاي نخلق حاجه من اللوكال ماتريال ومن السوشيال ماتريال، انهم ان حاجه تكون ليهم. فالمنطقه في السنغال في البلوت سايز 1182، هتتكون من فصول، كل فصل 64 متر، ومبنى الناس المدرسين بيباتوا فيه، ومكتبه كورت يارد، وفي كانتين، وهم كانوا طالبين مكان لتربيه الطيور. فالمشروع متكون من كلاسس روم للناس الناس بتتعلم فيها، وكلاسس روم حرفيه، والكلاسس كلها بتتفتح على بعض في الكورت، بحيث ان لو حصل حاجه، اي كالتشر، اي اجتماع، اي حاجه، كله بيبقى مفتوح على بعضه. بالاضافه ان احنا فكرنا في فكره ان هو في زي بئر موجود في المكان، فحركنا الميه اللي بتنزل من الامطار في الكورت لحد ما توصل للبئر، بحيث انه يتم استغلاله للزائرين من بره. يعني هو متكون المشروع من كذا فيز. فيز اولانيه اللي هي التعليميه، والفيز الثانيه اللي هي مع المكتبه، والتعليم الحرفي. حاولنا نعمل البيلدينج من لوكال ماتيريال، من القش. هم بيستخدموا القش كايزوليت للحراره، وكانه بيجمع الامطار. البامبو ستراكشر والكولمز ستراكشر من البامبو، والحوائط كلها من الراميد ايرث، واستخدمنا في الفتحات الودن بانلز والبامبو سكرين، بحيث انها تكسر حدة الشمس في الأماكن الجنوبية. البلان متكون من مكان تعليم، الليرنينج زون، والليرنينج زون دوت بنعرف نفتحه على الكورت، بحيث ان هو ممكن لو حصل اي اجتماع والناس قاعدة هنا مثلا، يتكون فيه زي تياتر للقاعدين.
الاكتيفيتي زون اللي هو بيكون فيه ناحيه التعليميه مع الاكتيفيتي، وتريننج زون اللي هي هم بيعلموا حرف معينه في المنطقه هم محتاجينها. حركه الامطار اننا بنمشي السقف، انه بيمشي بينزل المطر في مسارات جوه الكورت لحد ما يوصل لحد البئر عشان الناس بره تستخدمه، وعملنا اعاده تاهيل للبئر اللي موجود في المكان. وكل فصل من الفصول ازاي درسنا حركه الرياح الجيده فيه وان تكسر حده الشمس منه. واستخدمنا الاستخدام الاساسي هو الرامد ايرث في البيلدينج كونستراكشن. وكان الهدف من المشروع ان هو خلال، يعني احنا كنا اقترحنا ان خلال فترة الاسبوع يتكون حاجات بتحصل دايما، يعني ممكن يكون مكان اجتماعات لاهل القرية، ممكن يكون مكان تعليم حرف مثلا معينة كاسبوعيا، بحيث ان هو دايما شغال لخدمة المجتمع. وده احنا يعني ده اللي احنا شفناه في المنطقه، ان هم دول محتاجين وهم اللي بيبنوا بايديهم وهم. وحتى استخدمنا الفابريك بتاع الالوان بتاعتهم في ازاي نعمل الجيتس او الحاجات او الشيدنج برضو اليمنتس في المبنى. فكان ده سريعا المشروعين، مجرى العيون طيب والسنغال. يعني شكرا جدا يا باشمهندس محمد، ويعني الشغل بصراحة يعني متميز جدا، ويعني أحب يعني أوضح إنه من خلال المشاريع اللي عندك أنت ممكن يكون عندك اتجاهين، اتجاه السوشيال أو بمعنى صح أو بمعنى أدق الـ intangible heritage، أو اللي هو إيه الheritage اللي مش physical، يعني ده بالنسبة لمجرى العيون، إن أنت عندك التاريخ وعندك الـ traditions وعندك الدين وعندك culture بيلعبوا دور كبير في مرحلة في التصميم عندك. وفي الناحية التانية في السنغال عندك الموضوع بمور تكنيكال شوية، ان انت بتخش في الماتيريالز، في ان ازاي استخدام اللوكال ماتيريالز هو ده اللي بيشكل الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي بتستخدم الفراغ ده وبتستخدم المكان ده، او الناس اللي عايشة هناك بشكل عام يعني. صح بالظبط. فهما كل واحد ليه تجربه مختلفه، يعني اللي في مجرى العيون الواحد ازاي فكر كسوشيال اكتر، يعني وازاي ان المكان يكون خدمه للمجتمع. كل واحد ليه طريقه خدمه في المجتمع مختلفه عن التانيه، يعني طبيعه السنغال غير طبيعه مصر، بس هما الاثنين طريقين فعلا لخدمه المجتمع باختلاف الطرق، يعني باختلاف الاساليب. يعني تمام. دلوقتي احنا كنا يعني من خلال المشاريع دي دايما بيطلع كلمة الهوية، وكلمة هوية يعني كبيرة قوي واتفرعت كتير جدا 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 في الفترة الأخيرة دي، لدرجة انها بقت معقدة جدا. محدش او يعني في الأغلبية بيبقى صعب إن الواحد يمسكها من ناحية واحدة، لأن بقى فيه تداخل كتير قوي ما بين الـ different aspects of identity أو المجالات المختلفة في فكرة الهوية، وبالتوازي مع الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي فترة الـ globalization أو العولمة، يعني ما بقاش في فكرة أو الـ border lines بقت very vague أو بقت blurry خالص، بمعنى انك تقول ان دي عماره مصريه ولا عماره صينيه ولا عماره هنديه ولا عماره واتيفر، ده بقى صعب قوي يعني، لان باستخدام بقى في اركيتكتشر فيتشرز معينه بقت موحده، بقى في يونيفرسال منهجيه زي ما كنا بنقول. فالموضوع يعني بقى واخد حجم وبقى واخد ليفل من الكومبلكسيتي كتير قوي. أنا سؤالي دلوقتي موجه لبشمهندس أحمد، أحب أعرف منك يا بشمهندس أحمد ومن المشاريع اللي اشتغلت عليها، إزاي الناس اللي عايشة ليها أو يعني بيبقى ليها طابع الهوية على يعني بتؤثر على
المنطقة اللي هم عايشين فيها، وفي نفس الوقت ازاي المنطقة اللي هم عايشين فيها بتأثر على الناس اللي عايشة، ازاي ده بيوفر ده للايدنتيتي والعكس صحيح. طيب، هو انا بس حابب اتاكد ان الصوره السكرين معمولها شير، صح كده؟ تمام، احنا شايفين كده. طيب تمام، خليني اقول لك طاهر بصراحه ان المسابقه اللي مفتوحه قدامكم ديت اللي هي فيلينيوس كونسرت هول، اللي هو الناشونال هاوس بتاع مدينه ليتوانيا، بتاع دوله ليتوانيا، مدينه فيلينيوس. المسابقه بالنسبه لي ما كانتش مسابقه على قد ما هي كانت رحله اتعرضت فيها لحاجات كتير قوي، منها ان هي كانت الجزء الاولاني منها اصلا ان هي كانت قصه بدايه الماجستير بتاعتي. وفكرت ان الدكاتره هناك لما بييجوا يتكلموا في حاجه زي كده كان بيقول لك بص احنا مش هندي لك ماجستير، ودي كانت حاجه تجربه بصراحه اكسبيرينس جديده بالنسبه لي ان الدكتور نفسه يدي للطلبه بتاعته. كان دكتوره بروفيسور ماريا جراتسي فولي، كانت يعني دي جت مصر وتعاملت مع دول اوروبيه كتير، كان من ضمن كلامها اللي هو انا ليه ادي لك مشروع طالما انت ممكن تحل مشكله. يعني انا دي كانت اكتر حاجه عجباني في الموضوع كله. انت يعني انا بالنسبه لي عندي دلوقتي طلبه ماجستير، ليه ما يبداوش يحلوا لي مشكله حقيقيه؟ فلما ساعتها قالت لي انا عايزك تبدا تحل مشكله، دورت على مسابقات، خاصه ان انا بقول ان انا بشتغل في مسابقات كتير من ايام الكليه حتى. فبدات ان انا ادور على مسابقات وبدات اشوف مشكله حقيقيه. لقيت المشكله بتاعت خاصه ان احنا كنا بندرس ماده اسمها البريفيشن اللي هي الحفاظ والحفاظ على التراث والحاجات دي كلها. فلما جيت اخد الماده ديت وادرس الماده ديت حبيت ان انا اتعامل مع حاجه والحاجه دي ان هي تبقى فيها حفاظ على التراث وكده. وبدات ان انا ادور على المسابقات اللي قدامي، ولقيت ان احسن حاجه ممكن اشتغلها كانت مسابقه ليتوانيا، ان هو تصميم ناشونال هاوس في تاورس هيل اللي هي اعلى نقطه في مدينه فيلينيوس. ودوت كان يعني اللي انتم شايفينه دوت كان الريزلت بتاعه. حابب ان انا بس انوه ان المسابقه ديت كانت اللي قدامكم ديت كانت باشتراك 13 معماري من على مستوى العالم من دول مختلفه. كان تيم يعني اشتغلنا مع بعض عن طريق كله ميتنجز اونلاين، والحمد لله ان نطلع البرودكت دوت. عايز اقول لكم ان زها حديد، مكتب زها حديد كان طالع المركز ال 36، احنا كنا طالعين تقريبا المركز ال 62. قدرنا ان احنا نحقق يعني مثلا كان في بتاع حوالي 400 تيم شغالين معانا. المشروع ده اتنشر على اتنشر في مجلات عالميه كتير، في ناس طلبت ان احنا نتكلم معاهم في ليتوانيا هناك، فجربت وكلمنا معاهم وقدرنا ان احنا نوصل البرودكت دوت. انا اتواصلت معاهم وبعت لهم البروجكت وهم كانوا مبسوطين جدا بالنموذج دوت. كان في نقد واتبعت لنا من جهه التحكيم، بس الفكره كلها ان انا كنت حابب اقول قصه المشروع. هو بعيدا ان المشروع بالماجستير بتاعي اختلف تماما ودوت اللي انا هشرحه، لان المسابقه دي اللي انتوا شايفينها دي كان الموضوع بدا فيها بالبريزرفيشن، لان اللي انا هوريه لكم اللي انتوا شايفينه دوت بالظبط هو اللي انا هفتحه دلوقتي فعلا، هو المبنى اللي انتوا شايفينه. متهيألي انا بس خايف الشير سكرين يكون مش سريع. هو كده وصلت السرعه على طول؟ هو أنا وصل، مش سامع كده. بس ممكن تكبر تعملها فول سكرين. أعملها فول سكرين. طيب تمام كده، الصورة كده تمام. تمام. طيب تمام، دوت كانت تاورس هيل في ليتوانيا في فيلينيوس. كان المفروض المبنى القديم دوت كانوا هم طالبين مسابقة على مستوى المعماريين بتوع العالم كلهم، خاصة الشركات، ويفضل كمان تبقى شركات ليها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه زي ما عارفين في اي مسابقه كبيره. اضطريت ان احنا نعمل بكل الطرق ان احنا نحاول ان احنا ناسس حاجه زي كده، ورحنا هناك ورحت ليتوانيا وبدات ان انا اظبط الاوراق انا والتيم بتاعي عشان خاطر نقدر نوثق حاجه زي بتاعه نقابه المهندسين في مصر او المعماريين اللي معانا على مستوى العالم كلهم. كانوا معانا من سوريا، كان معانا من اوكرانيا، كان معانا من روسيا، كان معانا من ايطاليا نفسها، اثنين معماريين من ايطاليا. وكنا شغالين في المسابقه دي، فحاولنا ان احنا نجمع الورق زي ما بقول لك كده في الاول. هي قصه، القصه كانت جميله قوي لدرجه ان هي بدات البروجكت. وهنتكلم بقى في حته الهويه دلوقتي. المبنى اللي قدامكم دوت كان المبنى القديم دوت، هو كان بيرجع ايامه من زمان جدا، ان ليه قصه ان الليتوانيين كانوا عايزين، كانوا جزء من الاتحاد السوفيتي. كانت ليتوانيا ده جزء لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي، وهم بالنسبه لهم ما كانوش مبسوطين. اي دوله كانت منضميه يعني
انكلودنج للاتحاد السعودي كانت متضايقه من حته ان هم منضمين ليها، وكانوا عايزين اي دوله سواء اوكرانيا ليتوانيا الدول دي كلها كانوا عايزين يحصلوا على الاندبندنس بتاعهم. فهم حاولوا كتير ان هم يحصلوا على حاجه زي كده لحد لما جه الليتوانيين لما جم يفكروا اللي هم البلديه او الناس اللي هم المسؤولين عن المدينه عايزين يبداوا يفكروا يعملوا حاجه، ففكروا ان هم يعملوا مشروع اسمه الناشونال هاوس. فالناشونال هاوس دوت انتهى بان ان السوفييت يونيون قال لك لا احنا هنعمل لكم مكان واحنا اللي هنبقى رعاته واحنا اللي هنبقى ماسكينه، بس الفكره ان انتم ممكن تتجمعوا فيه بس تحت رعايتنا. فقاموا بالمشروع اللي انتم شايفينه دوت، وفضل الموضوع ماشي على كده لحد لما ليتوانيا حصلت على الاندبندنس بتاعها، ان هي خلاص بقت لوحدها، بقت مدينه لوحدها، بقى ليها النشيد الوطني بتاعها، بقى ليها كل حاجه لوحدها. فجم بعد كده دلوقتي في الوقت الحالي قعدوا يفتكروا كتير اللي هو احنا عايزين نرعى فكره ان هو ياسسوا بيت اللي هو الناشونال هاوس ده تاني، اللي هو البيت الوطني ده تاني اللي هو كانوا بيحلموا بيه من زمان. بدأوا ان هم يجيبوا المبنى دوت ويبداوا يعملوه مسابقه دوليه، وكانت هي دي بدايه المسابقه ان هم عايزين يخلوا مكان المبنى ده مسابقه تقدر ان هي تحقق لهم حلم زمان بناء على الاسبيكتس كتير اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب باختصار شديد جدا المدينه ديت اللي هي جزء الكومبيتيشن سايت اللي هو اللي متلون بالاحمر دوت، الجزء اللي على اليمين اللي متلون بالاحمر اللي هو الاولد تاون، وعندنا السيتي سنتر، عندنا في نهر فاصل ما بين الجزء اللي فوق بتاع اللي فوق النهر دوت الجزء الجديد اللي هو المدينه الجديده في فيلينيوس، اللي هو اللي زها حديد قامت بمشاريع فيها، النورمان فوستر اشتغل مشاريع فيها. فتقدروا تقولوا ان هم عندهم فكر ان بعد خلاص لما الاتحاد السوفيتي سابنا عايزين يدمروا كل البلد بتاعتهم. عارفين انتوا لما تحس ان كانت في بلدنا محتله، يعني محتله، فاحنا عايزين نشيل كل الدمار بتاع بلدنا دوت ونبدا ان احنا نعمل مدينه جديده يبقى العالم كله بيجيها بس من تحت ايدينا احنا من تصميمنا احنا. فخلوا المعماريين وبالتالي فخلوا المسابقه ديت ان هم يخلوا ان المدينه بتاعتهم جديده من الصفر ما فيهاش اي مبنى يرجع للاتحاد السوفيتي. طيب بالنسبه للجزء اللي فوق النهر كله المباني القديمه الجديده، الجزء اللي تحت النهر اللي عند الكومبيتيشن سايت كله الهيستوريكال بيلدينجز والحاجات دي كلها اللي هو المباني القديمه بتاعه المدينه. طيب كده اللي احنا شايفينه دوت اللي هي الاولد سيتي، المدينه القديمه اللي انت بتشوفها هناك اول ما بتروح للجزء القديم اللي هو دي القلعه اللي هناك. وزي ما انتم شايفين من القلعه ديت انتم باصين على المدينه الجديده الناحيه الثانيه اللي هي من بعد النهر. لو شايفين النهر وشايفين المدينه الجديده هتلاقي ان في فرق ما بين المدينه الجديده والمدينه القديمه اللي هي السلوب روفز دي. وبعد كده نبدا نشوف المدينه الجديده اللي المعماريين زي ما بقول لكم كده اللي هم ريتش فرانكري وزع حديد وبعض المعماريين التانيين اللي هم الاسامي الكبيره اللي في العالم بداوا ياسسوا المباني ديت وبداوا يعملوا مسابقات هناك وبداوا فعلا بتنفيذها هناك، لدرجه ان في مباني فعلا هناك انا ما صدقتش ان ممكن تبقى فينا زي فيلينيوس. فدوت كده الجزء الجديد. فانتوا شايفين التحدي ما بين الاولد والنيو عندهم عامل ازاي، ان هم عندهم فكر. فممكن في حته ان احنا بنتكلم ان فعلا العماره مش بس ان انا ابني مبنى، لا العماره ان انا ببص على الفكر بتاع الناس نفسه هناك. اللوكالز لما رحت قعدت معاهم هناك على الهيل وبدات اتكلم معاهم، بدات اركب مع سواقين التاكسي اللي هناك، ان هم بيفكروا احنا ليه اصلا عندنا مبنى زي ده، احنا ليه اصلا، يعني هم حتى مش عايزين يخشوه لان المبنى زي ما هوريكم صور وبعد شويه هو متهدم تماما. من من القلعه القديمه اللي انتوا اللي هي الصوره اللي تحت ديت الفيو للمكان للمكان بتاعنا اللي هو السايت نفسه اللي هو اللي انتوا شايفينه اللي ما بين السهمين الزرق. وبعد كده من المبنى الجديد الفيو من المبنى الجديد اللي بعد النهر للمبنى بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. فكل مكان في فيليني شايف المبنى وكل والمبنى شايف كل مكان، بحيث المكان دوت هم مسمينه هناك كده اي تو ذا سيتي، عين على المدينه، هو شايف المدينه كلها. وكان عندهم فكر قديم فكانوا نفسهم يطوروا في الفكر ده. طبعا دي القصه الجميله اللي انا حكيتها لكم بتاع من زمان خالص كانت الدنيا ماشيه ازاي، بعد كده مباني الاتحاد السوفيتي بوظت الدنيا عندهم ازاي، بعد كده بعد ما حصلوا على الاندبندنس بتاعهم بداوا يعملوا ايه عشان يغيروا الفكر القديم. كل دوت كلام الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. نيجي نشوف بالنسبه للموضوع بتاع المبنى نفسه وجينا ندرسه انا وزمايلي. طب احنا دلوقتي داخلين في مسابقه، تخيلوا بقى الواقع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده، داخلين في مسابقه المنطقه دي طالبه مننا ان احنا ندمر المبنى بالكامل. هم كاتبين كده ان هم عايزين ما يخلوش حاجه من المبنى. طب ده مبنى قديم وبيمثل فتره زمنيه معينه.
دراستنا في الماده البريزرفيشن على ايد البروفيسور سونيا بستيدا، قالت لنا ان ما فيش حاجه اسمها ان انت عشان مبنى قديم او منار او ليه فكر سيء ان انت ما ينفعش تهده. ده الكلام ده اللي احنا درسناه. طب نيجي نخش المسابقه نلاقي المبنى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى احنا بدانا نكتب للدكتوره مجموعه اسئله واحنا بنعمل لها البرزنتيشن. الروف توتال ديسترويد، الاليفيشن ديسترويد وعليها اللي انتوا شايفينه دوت، والمنظر اللي انتوا شايفينه من الواجهه بحيث ان دوت ما ينفعش يتعمل عليه اي حاجه. الانتيريور سبيسز، هل في اجزاء منها ديسترويد وفي اجزاء منها قابله ان هي يتعمل فيها اي حاجه، بس هل دوت الفكر الجديد اللي ليتوانيا رايحه له؟ فاحنا بالنسبه لنا قعدنا نسال نفسنا شويه اسئله، بس ان احنا سالنا البروفيسور بتاعتنا احنا نقدر نعمل ايه. جالنا بقى رد حلو قوي، وتقريبا هي دي كانت بدايه الشغل بتاعنا. انت ما ينفعش ان انت تهد المبنى القديم، بس يا سلام لو تمسك البرنسبلز بتاعته وتدرسها وتبدا تطبقها في المبنى الجديد بتاعك. هو ديت الكلمه اللي بدانا منها المشروع، ان احنا ندرس البرنسبلز. المبنى القديم كان عايش على ايه؟ كان عايش على كورت اساسي وجناحين، اللي هما الكورت الاساسي اللي هو في النص، اللي في الاعمده اللي في النص اللي انتم شايفينها، والجناحين اليمين واللي على الشمال اللي كانوا خدمات ليه. مع دراسه الواجهه اللي هي الـ الاعمده اللي بالشكل ده، مع التاج مع الاعمده دوت، مع الباترن بتاعت الشبابيك، ادرس الحاجات دي وادي شخصيه قديمه انت ما بتحبها. يعني ادي الشخصيه، خد الكاركتر من جوه، ابدا طبقه في مبنى جديد ولكن محافظ على البرنسبلز اوف ديزاين وليس كيان المبنى. ومن هنا بقى بدات القصه بتاعت المشروع. هو المشروع كبير جدا، بس انا هحاول ان اختصره بمنتهى البساطه. طبعا هنا بقى الموضوع الماجستير بدا، خلاص المسابقه خلصت، الماجستير بتاعتي بدا. طبعا كان عايز اشكر عايده، هي مش موجوده معانا النهارده، كان نفسها تبقى معانا بس للاسف حصل ظروف فما قدرتش تحضر. عايده شلك مهندسه معماريه ايرانيه، كانت معايا في ايطاليا، كانت بتدرس معايا الماجستير، كانت انا وهي في مشروع واحد، وطبعا المشروع كان معايا. والمشروع زي ما قلنا هو كان ناشونال كونسرت هول، هم كانوا عايزين يعملوا قاعتين رئيسيتين، لان هم عايزين يعملوا حاجه تفكر، ما بتفكرهمش بقى بالاتحاد السوفيتي وما بتفكرهمش بالغم ده كله، عايزين يفرحوا، عايزين يعملوا كونسرت هول، عايزين يعملوا اغاني، عايزين يعملوا زي ما تقولوا كده رقص، عايزين يطلعوا بره حته الحزن والايام القديمه اللي بتفكرهم بالاتحاد السوفيتي وعرب الاندبندنت اللي هم كانوا فيه. بس لما شرحنا الخريطه ديت، طبعا شويه خرائط بتشرح لنا، بدانا ندرس الاماكن، المانيسيباليتي اللي هي الاداره عندهم، البارلمنت، الجفرمنت، الكاثيدرال سكوير، الكومبيتيشن سايت. طبعا الكومبيتيشن سايت ليه علاقه بالمين سكوير هنا اللي بتجمع الناس كلها، وليه علاقه بشويه مباني ثانيه. ودرسنا حته الاكس اللي ما بين المانيسيبال اللي هو المبنى الحكومي اللي عندهم والسكوير الرئيسيه والكومبيتيشن سايت. طبعا دراسات كتيره جدا اتعملت، دراسه المدينه القديمه، الاقتراح اللي كان معمول لتاورس هيل قبل كده، المبنى القديم، دراسه التريتوري اللي هي بتاعت الهيستوري نفسه بتاع المكان زمان، الاربن فاك بتاعه، كل كانت دراسات السيركيوليشن، الترانسبورتيشن، الحاجات دي كلها. يمكن كله ما يوديش لحاجه في التوبيك بتاعنا قوي، دراسه الضوضاء، لان انت بتصمم كونسرت هول فلازم ندرس انت مكان العربيات فين عشان يبدا يبعدك كده، يمكن الحاجات دي برضو بعيده. يمكن بقى لما نبدا نخش بقى في حته ال دي احنا ماشي، ده كل البروجرام بتاع البروجكت نفسه اللي احنا كنا عاملينه. هو ده السايت عشان خاطر اعرفكم عليه اكتر، هو ده السايت بتاعنا، هي تاورس هيل، المين سكوير، وديت ودوت كده النهر، ودوت عشان اقدر اوصل من المدينه القديمه للمدينه الجديده عن طريق الحاجات دي. طبعا كل دي الدراسات بتاعتنا اللي احنا عملناها على ارض المشروع. كانت الفكره بتاعتنا بقى ايه؟ هو بصراحه هقول لكم حاجه، احنا المشروع الاول اللي انا وريت لكم رندر الفظيع بتاعه اللي احنا دخلنا فيه في المسابقه، ما كانش هو رساله الماجستير لسبب. الدكتوره قالت لي حاجه، ان ايه المشكله لما تمسك ابسط رد ممكن، ابسط رد ممكن ترده على اجابه المسابقه ديت وتعمل. فانا ساعتها كنت بسالها، بقول ايه ممكن ابسط رد ممكن دوت، وبتناقش معاها، لقيتها بتقول لي مش ممكن ابسط رد ان انت تطلع نفسك من حته ان في خناقه ما بين القديم والجديد، وان انت تبدا تحترم النيتشر الجميله اللي عندك اللي هناك، مكان مفتوح بالشكل الجميل اللي قدامك دوت. ليه ما تبداش ان انت تسيبك من اللعبه اللي ما بين القديم والجديد، وتبدا تقول ان النيتشر هي اللي جمعت القديم والجديد بحيث ان هم يبداوا يطلعوا بحاجه جديده. ففعلا بدانا ان احنا نمسك الكونتور نفسه بتاع الجرين ليفلز اللي عندنا،
وبدأنا نمسك المبنى بتاعنا، وخلينا حاجة اسمها السجادة الخضراء. السجادة الخضراء اللي كملت لي بقية الكونتور بتاعي، فبقى ده الكونتور الجرين اللي عليه الزرع واللي عليه الشجر القديم وعليه كل ده. وبدأت إن أنا أكمل المبنى بتاعي إن هو يبدأ يطلع بجرين ليفل، إن الناس مش حاسة هم ماشيين وصلوا المبنى وطلعوا على سطح المبنى غير ما يحسوا. وبقى الجزء اللي تحت وبقى القاعتين الرئيسيتين قدام بعض بيعملوا أحلى ده ممكن يحصل ما بين كتلة قديمة وكتلة جديدة، ودوت اللي هنشوف فيه الجزء الجديد. طبعا الشغل زي ما بقول لكم اللي اتعمل عشان نطلع زي ده شغل طليعي جدا، هو بيطلعوا رسومات بيفضلوا مركزين فيها عشان يقدروا يطلعوا شغل زي دوت. فقدرنا نطلع مات دروينج زي ديت عشان نقدر نبين الكتلتين وسط المدينة كلهم عاملين ازاي، وهل هو اي حد يقدر ينفسايز ان هو ده الكونسرت هول من بعيد ولا لا. طبعا الكونتينيوتي اوف ذا هيل، الديالوج الجميل اللي احنا بدأنا نخترعه، الديالوج اللي ما بين كتلة القديمة بنفس البوكس بنفس المسافات اللي ما بين ازاز. الدكتورة بقى بدأت تقول لنا مش انتوا هدمتوا المبنى القديم، ابدأ بقى احترم المبنى الجديد شوية وابدأ احترم البرنسبلز. فبدأنا نمسك الباترن اللي كانت موجودة على المبنى القديم، المسافات اللي ما بين الازاز دي، وبدأنا ان احنا نعمل زي كارينج. وواحد بيقول تاني بيقول انا بريزنت القديم والهيستوري والهيريتج والبريزرفيشن والحاجات دي كلها، وانا نفس الدومينس اللي كان في المكان قبل كده. كتلة تانية كلها ازاز، كلها شايني، كلها بالليل بتبقى منوره، والصبح بيبقى الازاز الشمس نازله عليه فبتبدا ان هي تمثل الفيوتشر. كتله تانيه عليها بتقول له انا الفيوتشر وانا النيو جنريشن وانا اللايت وانا الديفرنس وانا كذا. فهي اللعبه اللي بتتعمل هناك في السايت عباره عن القديم والجديد، الناس اللي بتقول لك لا ده القديم بتاعنا ولازم نحترمه، والجديد اللي بيقول لك لا احنا لازم ندمر القديم. بقى في سجاده اللي هي يونيفاير ذا يونيفاير جرين كاربت، اللي هي اليونيفاير السجاده الخضراء اللي بدات تجمع الكتلتين عشان تخليهم على سطح واحد متجمعين في مبنى واحد. كل الكتلتين دول انت ما بتحسش ليهم الا لما بتخش من جوه وتبدا تشوف الانتيريور شوتس اللي هنبدا نتعرض ليها. طبعا دوت حاجه كده كان لازم اقولها برضو، موضوع النشيد الوطني الليتواني بعد ما حصلوا على الاندبندنس بتاعهم بداوا ان هم الباست اكسبيرينس بتاعنا لازم نحترمه، لازم نحترمه الباست اكسبيرينس بتاعنا، حته الداركنس الظلام، حته اللايت. فبدانا نشتغل بحته اللايت والنور والضلمه عشان خاطر الفتحات اللي بدانا نعملها في السجاده الخضراء اللي بتبقى نيتشر لايت في الوقت بتاع الصبح في السجاده الخضراء اللي احنا عملناها. طبعا بتكلم كتير عن موضوع الديزاين بروسيس اللي احنا قمنا بيه، غير ما بيحترم البرنسبلز الاكسبتنج ذا باست الحاجات دي كلها، ولحد ما وصلنا للفور بتاعنا اللي هي الكيرتن. ده كان شط للمبنى. طبعا في ليتوانيا زي ما انتم عارفين الموضوع هناك بيوصل لسالب لماينس 35 ماينس 35 درجه، فممكن ان الدنيا هناك على طول حتى في الصيف درجه الحراره ما بتزيدش عن 17 درجه. فزي ما انتم شايفين كده الثلج ماشي على المبنى، والارضيه الهيل نفسها اللي انت بتطلع دي كلها عباره عن قطعه جليد، والبوكين هم اللي معلموا مع بعض اللي هم اللي عاملين التو دايلوكس. ده برضه شوط تاني بيتكلم عن ازاي ان الجرين هيل طالعه، وازاي ان الهيل طالعه برضه فوق، وازاي ان البوكين والمدخل احنا عندنا من النص. ديت برضه دراسات تانيه كنا عاملينها عشان نبين التفاصيل بتاعه كل الفيرست ليفل والسكند ليفل من جوه في انتيريور. هنا كان الجرين كاربت وازاي مكمله معايا، وازاي ان احنا بالنسبه لنا اعتبرنا الجرين كاربت جزء الهيل. كل ديت شوطات بتوضح المشروع وبتوضح الحاجات كلها. هنا كان يمكن الشوط دوت انا كنت مبسوط بيه جدا لان فعلا قدر يوضح الفكره بتاعه الهيل زي كملت مع المبنى. وزي ما انتم شايفين كده لو نيجي نقرب هنا لو عينك تيجي على هنا اكتر هتلاقي ان الجرين هيل مكمله مع سطح المبنى. فانا بالنسبه لي كل حاجه مكمله مع سطح المبنى الا التو بوكسز اللي هم التو كونسرت هول عندي، اللي هو المبنى الكبير اللي واخد قاعه كبيره والمبنى الصغيره اللي واخد قاعه صغيره. دوت كده كان ديزاين اكسبلود. البلانز بتاعتي اللي الدكتور كانت مصره ان احنا نبدا ان احنا ندرس حته اللايت والداركنس اللي موجوده في النشيد الوطني، هل الخطوط اللي احنا عاملينها والميزن دور اللي احنا عاملينه زي ان الكتلتين طالعين من السجاده الخضراء بشكل معين، وكانت مهمه جدا ان احنا نحدد الخطوط ونتقل الخطوط بتاعه الخارجي عشان نبين ازاي ان الفورم نفسها هي جزء من الهيل وليس جزء مختلف عنه. فكانت كونتينيوتي اوف ذا نيتشر كان المين توبيك بتاعنا. طبعا دي كانت البلان بتاعتنا بدون دخول في تفاصيلها، الاليفيشنز بتاعتنا
ال 3 دي سيكشن اللي بيبين القاعه مع الليفلز اللي تحت، وازاي الناس مرتبطه بالليفلز ديت مع المشروع اللي من جوه. طبعا السكاشن بتاعتنا كل ديت السكشنز بتاعتنا. طبعا هي بقى كان الاساس هي الدارك اند لايت، حته ان هي قالت لنا يعني الشوتس دي اتعادت مثلا بتاع 5 مرات او 6 مرات عشان حته الشمس والنور، ان احنا بالنسبه لها عايزه، هي عايزه تظلم الدنيا وتخلي الشمس هي النور الوحيد اللي في المكان. واحنا كنا بنقول لها الدنيا مش هتبقى حلوه قوي، بس قدرنا ان احنا نوصل ان القاعه بقت هي الحاجه اللي انت كانت اهم حاجه عندها، ان البوكسين ينزلوا تحت الارض انت شايفهم من بره، ودخلت جوه شفتهم مكملين من جوه، عشان تقول لك ان الاثنين ليهم اصل وليهم بيز. الفيوتشر ليه بيز ان هو رايح في حته، والباست ليه بيز برضو ان هو ده الاصل وهو ده اللي لازم نحترمه. طبعا استشهدنا كلمه جلال الدين الرومي اللي هي بوست بوث ذا لايت اند شادو are the dance of love. دي كانت كلمة لجلال الدين الرومي. دي كانت القاعة الرئيسية بتاعتنا. طبعا كان مهندس معتز مصطفى كان هو الديزاينر بتاع القاعات، عن القاعات المسرح عندنا، فهو دي القاعة الرئيسية اللي عندنا اللي احنا بدأنا نصممها، وكان مقصودة جدا ان احنا نختلف كل الاختلاف، الشخصية الكاركتر غير اللي بره. انت اللي بره شايفه بوكس عادي جدا، يمكن هتتخيل ان انت تخش القاعه من جوه تشوف قاعه زي ديت وتشوف الكيرفي لاينز والحاجات دي، عشان تبين ان ممكن يكون المبنى من بره محترم حاجه، لكن هو من جوه حاجه تانية، وشايل الفيوتشر برضو الكيرفد لاينز والحاجات دي كلها، شايل لها امل حته انها بالنسبه لي برضو بحترم فيوتشر. دي برضو كانت القاعه من جوه بس ناحيه الستيج، وبصل الستيج. احب اذكر ان الحاجات دي كلها معموله على اكوستكس اكوستكس برينسيبلز، والارتفاع الهاند ريلز مع الاوديتوريوم مع الاوركسترا بيت اللي تحت اللي واقف فيها الناس بتاع الاوركسترا. كل حاجه معموله هنا ببرينسيبلز مدروسه كصوتيات كاتات، والحاجات كلها موجوده. ما كناش نقدر اصلا ناخد رساله ماجستير من ايطاليا الا بعد الدراسه دي. ده طبعا كان المسرح اللي كان موجود جوه الانتيريور ديزاين، وده برضو شوت بيبين ازاي ان انا بقدر من الدور تحت للدور اللي فوق عن طريق دوت. هنا كان الدور اللي فوق بيبين ازاي ان انت كده فوق على الكارت، وانا باصص من الكاربت والضوء داخل من الكاربت دي. عايز اتكلم كتير بس دي الكتله بتاعت الفيوتشر ديت برضو اكسبيرينس حلوه قوي، ان انت بالنسبه لك من فوق الكتله بتاعت الازاز بيلحن او بيعمل اي حاجه زي اعتبره امب تياتر، وفي نفس الوقت الناس كلها باصه على المدينه من فوق شايفين المدينه كلها القديم والجديد. طبعا دي كلها تفاصيل مش عايز ارجع ليها، بس زي ما انتم شايفين القاعه كانت كده، السكشن بتاعنا كان بالشكل دوت، ازاي ان القاعه كانت موجوده بالشكل دوت. الخدمات خلي بالكم يا جماعه، المشروع اصلا انا الماجستير بتاعي كان في الكونستراكشن ديزاين. الكونستراكشن لازم نعمل الحسابات للستيل بيمز، وازاي ان البيمز دي كلها مرتبطه مع بعض، وازاي ان كل الكانتليفرز دي اتشالها، كان كل حاجه لازم يتحسب لها. السلوب روف دوت كان كله محسوب عشان خاطر درجه الحراره هناك، زي ما احنا قلنا بتوصل لماينس 35، فالدنيا كلها تلج، فالتلج دوت هيسيح، فلازم يروح لفين، لازم يبقى فيه بايبس معينه تستلمها، كان كل دوت لازم يتحسب بمعادلات. فيعني يمكن الكلام اللي انا بعديه بسرعه دوت. طبعا هنا الاكوستكس برنسبلز اللي انا اتكلمت عليها، كل دوت مدروس متقال فيه كل دور، حتى الصرف والفرسيم والكيف وكل حاجه معمول حسابها في المشروع. الجزء اللي تحت الاوركسترا دوت الثلاث اجزاء بتوع المشروع، الجزء اللي هو الخاص بالستيج، الجزء الخاص بالاوركسترا بيت، الجزء الخاص اللي هو مسؤول بالفرونت اوف هاوس. طبعا ديت المالتي بيربز هول اللي هي القاعه بتاعت الفيوتشر اللي احنا اتكلمنا عليها سريعا، ديت كان ليها كذا بروبوزل، ان هي يا اما تكون مستويه يا اما تكون هاف اللي هي يعني النص بتاعتها، اما التعبئه بتاعتها بشكل كامل. وده طبعا الديزاين اكسبلوجن بتاع الكتله والستيل بيمز بعد ما اتحسبت، لان احنا كنا بنحسب هنا الكالكوليشنز بتاعت كل تفصيله. لو انتوا واخدين بالكم دوت كده سيكشن بسيط متاخد في التفاصيل بتاعت الروف من فوق، متاخد في التفصيله بتاعت الفلور هنا، كل الحاجات دي محسوبه ببيمز. المسمار دوت السكنس بتاعه محسوب عشان خاطر ما كناش نقدر كستراكشر وايز ان احنا نقدر نتخرج من غير الحته التفاصيل دي. طبعا هنا دخلنا في حته الاستراكشر كونسبت، والاستراكشر دوت التفاصيل بتاعته ايه اللي انا بقول لكم عليها.
دخلنا في برامج اسمها ميداس جن وتيكلا، وبدانا ان احنا نعمل كالكوليشن للفارنتراس نفسه، وبدانا نشوف البينز ديت شغاله ازاي معانا، وكل ديت معادلات وكالكوليشن اللي انا بقول لكم عليها اللي هي طلعت من البرامج اللي احنا عاملينها، كل ديت من الميداس جن الاوبتمايزيشن بتاع الميداس، وطبعا دراسه الماتيريال بتاعت البروجكت كله، لان احنا كان عندنا بروفيسور متخصص بس في ان احنا نطلع الماتيريالز دي. انت اخترت الماتيريال وايه الكونسبت بتاعك وازاي الماتيريال بتاعك الكونسبت بتاعك. الموضوع كبير جدا زي ما بقول لكم، يعني انا يعني الشرح بتاعه ممكن ياخد وقت كتير، بس في الاخر يعني برضو ان المشروع كله ماشي بيم از ديزاين اند موديلنج ستراكشر انرجي، الليفل اوف ديتيل بتاعه من الكونسبشن ديزاين لحد الفابريكيشن الاس بيلت الفاينل بروجكت بالشكل اللي انتم شايفه دوت. طبعا صوت للانفايرمنتال اناليسيس وسام تكنيكس تو اتشيف سام بيلدينج انفورميشن مودنج از از ليد سيرتيفيكيت. طبعا استخدام برنامج سبرو على الخط اللي احنا قمنا بيها في البروجكت، استخدام برنامج الراينو والجراس هوبر ان احنا نشوف افضل اتجاه مثل المبنى از انفايرمنتال تكنيكس as an environmental aspect. طبعا كل ده طالع من البرامج بتاعه الجراس هوبر. استاد بتاعنا كان في الكورنا للاسف، كان ده الحاجه انا هعرضها اللي هي جزء الماكت نفسه، الماكت اللي احنا كان في وقت كورونا فما قدرناش نعمل الماكت، فقلت لنا حاولوا تعملوا موديل، فساعتها طلعنا الموديل بالشكل دوت بحيث ان هو يبان كماكت، لكن للاسف ما كانش ماكت، وديت كانت اخر حاجه في البروجكت. بس طيب شكرا يا باشمهندس احمد. يعني برضو مشروع حلو جدا، وواضح يعني ان انتوا التشالنج ان انت يعني تشتغل على كونتكست مختلف خالص عن اللي انت متعود تشوفه هنا في مصر. وواضح كمان يعني ان في فكره الكلمه الحلوه قلتها اللي هي الاولد والنيو كونفليكت، او الكونفليكت ما بين الحاجه القديمه والحاجه الجديده، وازاي ان يبقى في ميديوم معين في النص، او هو اللي هو في الكيس بتاعتك النيتشر، انه يقدر يحل المشكله دي. في حاجه من اللي انا ملاحظها انه المشروع بتاعك قايم على فكره كتير الكوميونيكيشن مع اللوكلز او مع الناس اللي هم عايشين هناك. يعني لان انا ملاحظ انه زي ما انت بتقول كده، هو ستوري، هو جيرني كده انت ماشي فيها، والستوري دي بتدخل معاها التاريخ، بتدخل معاها البرنسبلز اوف ديزاين والتطورات اللي حصلت في البرنسبلز اوف ديزاين في على مر مثلا يعني نتكلم من اول تمينات يمكن او اواخر تمينات من ساعه الحل اللي هو الاتحاد السوفيتي، يعني لان ده بسببه اصلا طلع يعني حصل تغيير كتير قوي في شكل العماره وشكل العمران في المنطقه دي يعني بالذات. انا احب ان انا أخش أكتر في الحتة دي، فكرة الكوميونيكيشن مع اللوكلز، وأحب أخش برضو أسأل باشمهندس محمد في النقطة دي على مشروع في السنغال أو مشروع في سور مجرى العيون، يعني أيًا كان تحب يعني تورينا يعني وتقول لنا ازاي انت اتعاملت مع اللوكلز هناك، مع الاهالي هناك، والى اي مدى الاهالي والمعماري بيتدخلوا في العمليه التصميميه. هو مبدئيا يعني كشرح بسيط بسرعه عن النقطه ديت، ان المنطقه يعني لما الواحد بيشوف المكان ده عباره عن ايه او بيرجع له بايه، فهو بيشوف من ناحيه ان مرتبط بها ازاي. يعني مثلا ان في يعني مثلا الهيريتج بتاعنا او اللي احنا متاثرين منه كناس، ممكن يكون مثلا كمكان، يعني مكان بالنسبه لنا ممكن يكون قديم زي الاهرامات او حاجه اثريه، او جديد زي حاجه حصلت مؤخرا
كميدان التحرير، يعني ان هو رمز لينا يعني، او كمبنى. فهو المباني بالنسبه لنا مباني اثريه تراثيه، او مباني لسه بتتكون عشان تشرح لنا الحضاره بتاعتنا، زي المتحف المصري الجديد اللي بيتعمل، او ميموريال زي رمسيس الثاني او ابراهيم باشا في مصر الحديثه، او مثلا حاجه ليها علاقه بالطبيعه مثلا في مدننا، يعني زي او احنا مرتبطين بيها زي سانتا كاترين او وادي الحيتان او وادي الجمال، او حاجه ليها علاقه خاصه بقى بالكالتشر بتاعنا. يعني مثلا في مجرى العيون مثلا كمثال، مثلا انه هناك الناس لحد دلوقتي مثلا زي بسطات قدام المساجد زي السلطان حسن، او الاسواق زي ما هي الناس بتبيع برضو، او في حتى الشيدنج اليمنت اللي موجود في الاسواق هو نفس الشيدنج اليمنت اللي بنلاقيه دلوقتي في الاسواق عندهم يعني، او حتى عند نهر النيل، ما عند النيل ما بيجيبوا منه حاجه او بياخدوا منه ميه يعني. او الاربن فابريك بتاعنا، الاربن فابريك بتاعنا برضو ممكن يكون تراثي. ودي خريطه الدكتور وائل المصري كان عاملها في الماجستير، قارة المعز يعني. فهي دي ممكن تكون حاجه هيريتج بالنسبه لنا، احنا بنحاول نكون الاربن فابريك بتاعنا من النقط ديت، او التايب بيلدينج بتاعنا، اللايف ستايل بتاعنا اللي هو المشربيات والماتيريال بتاعتنا اللي بتستحمل الحراره والحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نستخدمها فينا. او الهاند كرافت دي حاجه بتاعتنا برضو، اننا ازاي بنطورها، او زي في سور مجرى العيون، فدي حاجه مهمه الناس كانوا بتقعد تقول عن الجلود او القماش او الحاجه دي عايزين نطورها او تبقى معانا. وهي مدنه بصفه عامه هي ريزيلينس يعني، هي كسوشيال يعني، كسوشيال ريزيلينس، ان هي مرنه في التعامل في السوشيال، ان زي الناس ما بتبقى محتاجه حاجه، اللي هو عنده بيته تحت الورشه بتاعته، او جاره ده قريبه متجوز من عيلته، فكانهم بيكونوا منطقه كلهم عارفين بعض. والسوشيال تاون ممكن تتكون من ناحيه يعني في مجرى العيون مثلا، ايه ان البيت بيودي الشارع، الشارع ده بيبقى فيه سيتنج بلاتفورم الناس قاعده فيها بتتعرف على بعض، الجيران بتودي للجيران الابعد اللي هم من العيله او يعني من الكورت مثلا، الجيران الابعد للسوق، للطريق اللي بيودي للسوق، للسوق نفسه، للكورت اللي بتاع السوق اللي بيتباع فيه حاجات او بيتصلح فيه الورش اللي هو موجود مثلا في مجرى العيون، او بيترفلكت ليهم مثلا الماتيريال الريسايكلينج بتاعتهم، انهم بيستخدموا الشيدنج اليمنت بالاشجار. هو حتى انت بقى ماشي في السوق كانك ماشي في اوبن ثيتر، انك انت قاعد شايف حوالي يمينك وشمالك ناس بتبيع. واضافه الى ذلك الاماكن التاريخيه بتاعتنا كلها اماكن دينيه، زي الطريق من حسن الانور لحد مسجد سيدة زينب او احمد بن طولون اللي هو بعده على طول احمد بن طولون، كله اضرحه بطريقه ماشيه متتاليه كطريق تاريخي اسلامي يعني، طريق ديني يعني، ان هو هناك ديني، طريق ديني اكتر يعني، ان هو حاجه بيحصل فيها الاحتفالات. فهي مدننا كلها او الحاجه بتاعتنا هي يعني هي سوشيال يعني، هي الاساس سوشيال، زي مجرى العيون يعني بصفه عامه، والاسواق اللي بتتكون فيها، او الناس بتبقى طلباتها ايه فبيتكونوا على اساسها يعني. ودي تمام. صور من أرض الواقع في مجرى العيون يعني، والأسواق اللي هناك والشوارع، وإزاي هما بيهتموا بالآثار بتاعتهم يعني، أو الحاجة بتاعتهم. انت قلت كلمة حلوة قوي في فكرة السوشيال ريزيلينس، انه ازاي وجود الناس، يعني الفكرة مش فكرة الحفاظ على المباني بس، هي حفاظ على الناس، حفاظ على الكالتشر، وحفاظ على العادات والتقاليد اللي هناك. ده ممكن يكون بيخلق حاجة اسمها السوشيال ريزيلينس، او يعني ازاي المكان يبقى مرن من خلال الناس والاهالي اللي عايشين جوه. فهل يعني انت شايف انه مشاركتهم في الديزاين بروسيس ده مهم في ان ازاي في ان المكان يقدر يبقى resilient enough في المستقبل يعني؟
ما هم بالنسبة لهم هم اللي بيكونوا الشريك الأساسي في التصميم بتاعهم، لأن هي الريكويرمنت اللي هم طالبينها ما تكونش بعيدة عن الـ عن الـ عن اللي هيتعمل، بحيث إن الحاجة دي تكون أو أي مشروع، يعني مش مجرى العيون، أي مشروع لازم يكون ريكويرمنت للناس اللي بتعمله، بحيث إن هم ده يرفلكت ليهم، إن هو ما بقاش في تضاد، الناس مش كارهة المشروع، كارهة إنهم شايفين إن حاجة قد على المكان بيتنفروا منه. فعلاقة الناس كسوشيال أو في التصميم دي علاقة من أهم الحاجات، يعني يعني إنك أنت بتسألهم قبل ما تعمل مشروعك يعني، أو تعمل إن كان يعني المسابقة أو المشروع يعني. طيب، فكرة السوشيال ريزيلينس دي بقت يعني حاجة مهمة جدا، ويعني الواحد بقى يعني بيسعد لما بيشوف مهندسين معماريين بيبتدوا يتبنوا الموضوع ده، وبنبتدي كمان نشوف ازاي المسابقات المعمارية بتبتدي يعني تاخد الاتجاه ده، او بتحاول على يعني على الاقل يعني انها تاخد الاتجاه ده. هل السؤال بقى هنا لبشمهندس احمد، من خلال المشروع اللي اشتغلت عليه، هل شايف ان المسابقات المعماريه الفتره الاخيره دي بقت بتتبنى الفكره دي، فكره السوشيال ريزيلينس؟ هل بقوا بياخدوا المجتمع في حسبانهم يعني وهم بيطرحوا فكره، ولا شايف انها لسه محطوطه في الفكر القالب اللي هو المعماري اللي قاعد جوه الاستوديو بتاعه قافل على روحه بيحط الديزاين وبعد كده يروح ايه طرحها على الجهات المختلفة؟ بص يا طارق، انت لي بدات الكلام بتاعي بحيث ان انا بالنسبه لي دايما بشوف ان المسابقه دي مش بعيدا عن ان انت بالنسبه لك بتخش مسابقه عشان خاطر تنافس فيها او التشالنج اللي فيها او كده، دايما بحس ان احنا يعني يمكن هي مشكله وانت بتحاول تحلها، بيبقى الحل بتاعك مع الحل بتاع الكومبيتيتورز اللي معاك هو بيبقى احسن حاجه في الموضوع، ان انت بتخش تفكر، بتبدا ان انت تشوف الكونتكست اللي حواليك، بتبدا تتعرض للثقافه، الموضوع الليتوانيا اللي انا عرضته من شويه، ثقافه جديده بفكر جديد عمري ما تعرضت له قبل كده، زي مسابقه في السنغال كانت برضو تصميم مركز ديني كنت دخلتها قبل كده، زي مسابقه اللي هي بتاعت اخر مسابقتين دخلتهم اللي هم كانوا السنه دي، اخر مسابقتين خدنا فيهم من احسن 20 مشروع على مستوى العالم كله، ومسابقتين تميز بتاعت بريدج تو ذا فيوتشر ان شاء الله باذن الله نعرضها في حاجات تانيه بعد كده، ومسابقه الوان المدينه اللي هي مسابقه ديوان بتاع تصميم مركز الشباب في بغداد. دايما بحس ان المسابقات اللي من النوع دي انا ما بخشش على مسابقه عشان اصمم حاجه وخلاص، انت بتخش تصمم حاجه بتخدم الحته المجتمعيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. العالم دلوقتي بقى محتاج ان هو يبص للاجتماعيات اكتر ما هو متوجه ان هو يعمل حاجه جديده او مدرسه جديده يتبص عليه از بارامتريك ديزاين، از حديد لاينز، از الحاجات دي كلها. حتى هناك في ايطاليا لما يجي يعمل لك يقول لك فيرست فانكشن، بعد كده افتر ذات ويحط لك نقط، فاهم قصدي؟ فاحنا بالنسبه لنا دلوقتي ما بقيناش شايفين، يعني مثلا المسابقه اللي قدامكم ديت مسابقه بينالي فينيسيا 2020 اللي انا خدت فيها الجائزه التشجيعيه، كنت مع كان معايا باشمهندس سعيد ومعايا باشمهندس عبد الله طارق، دخلنا فيها وشفنا التوب بتاع المسابقه ازاي هنعيش مع بعض، خدنا الموضوع من ناحيه ممكن تكون ناحيه مبهمه شويه اللي هو ايه ازاي هنعيش مع بعض، هنعيش مع بعض لو فكرنا كنا عايشين مع بعض ازاي، بدأنا نشوف الكونتكست اللي كان موجود قبل كده، بدأنا نشوف احنا كنا عايشين في ايه، حته الريف المصري وحته طبعا المسابقه ليها تفاصيل كتير، حته الريف المصري وحته ان احنا بالنسبه لنا بدانا نمثل ان العقبات اللي بنقابلها اليومين دول هي عباره عن بلوكات طوب، والبلوكات الطوب دي كل ما بتخش من البوابه بتبعد عنك، وكل لما بتقرب يعني كل ما بتخش من البوابه بتفضل تبعد 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 لحد لما بتروح لبورتري كبير قوي. يمكن اوريه لكم من هنا، المشكله ان دوت شيت، شيت اهو، ان انت بالنسبه لك بتخش من المكان اللي في النص دوت، بتبدا ان انت تروح هناك بتلاقي بورتريه ريف مصر القديم انت نفسك تروح له، بس كل لما تخش بتلاقي عقبات بتفضل تعديها، تفضل تعدي من طوبه لثانيه لثالثه لحد لما بتروح لحته البيت المصري الاصيل بتاع زمان، حته الريف اللي احنا عملناه، البورتريه اللي كان معمول بالاشعه، الحاجات دي كلها كان الفكره كلها ان احنا بالنسبه لنا شايفين ان احنا بالنسبه لنا هي معادله بارامتريه، كل لما عدى بينا الزمن كل ما بنبعد عن بعض اكتر. طب احنا بنبعد عن بعض اكتر ليه؟ احنا زمان كنا عايشين في الريف المصري مع بعض،
كنا بنصحى الاهل بياكلوا مع بعض، كنا مرتبطين ببعض. لو تيجي تكلم واحد مثلا مواليد الخمسينات والستينات يقول لك احنا كنا بنقعد مع بعض على الترابيزه الواحده نتكلم، يقول لك احنا كنا بنقعد 20 واحد وما كانش فيه مشكله. دلوقتي بقينا نلاقي المشكله ان في خمسه سته قاعدين على ترابيزه كلهم ماسكين موبايلاتهم قاعدين. التكنولوجيا بقت مؤثره بالسلب علينا، المباني والضخامه بتاع مباني والسكن والحاجات دي كلها بقت. طب ايه اللي خلانا اصلا نفكر في ده؟ ايه اللي خلانا اصلا نفكر مسابقه بتوبيك معين؟ فانا حاسس يعني انا فتحت المسابقه دي بس لمجرد ان انا بقول لك ايه، انا دخلت يعني طول حياتي المعماريه دخلت مثلا بتاع حوالي 20 مسابقه معماريه. ال 20 مسابقه كنت دايما بحاول اشوف مسابقه يبقى فيها فكره تقدر تخدم الحاجه اللي انا داخل فيها دي، ايا كان الخدمه دي نفعت نسبه خسرت بالنسبه لي مش فارقه، هي بالنسبه لي اهم حاجه تكون خدمت فعلا وقدرت ان هي توصل فكره معينه. بس هل المسابقه دي، طب اكيد اللي في المسابقه ديت مركز اول قدر يوصل فكره، الفكره ديت وصلت بشكل معين المطلوب من المسابقه، لكن الفكره ان هي ادت السماحيه للمعماريين، وحتى المعماريين لما بيرتبطوا باللوكالز الموضوع بيطلع بنتيجه، وهي دي المهمه من حته الكومبيتيشنز. الكومبيتيشنز في العالم كله بقت رايحه للاتجاه ده، وانا حاسس ان احنا فعلا في مصر محتاجين ان احنا نشغل المجتمع المعماري معانا في حته الايه؟ ان هم يبداوا ينزلوا مسابقات كتير يطلعوا بيها افكار كتير، زي المسابقه بتاعت الجسر اللي انا كنت مشترك فيها دي، حاجه زي الجسر اللي اتعمل على اللي يربط الحزب الوطني القديم بالمسله بتاعت اللي على النيل، حاسس ان دوت برودكت ليه ما يتنفذش؟ فاحنا بنروح لحته اللي هو يا ريت تستجيب حكومات لحاجات زي كده، لان لو ما فيش راس بين اللوكلز والاركيتكتس والجفرمنت في حته الدايره السيركل دي لو ما لفتش صح، متهيألي هو ده مش هنقدر نحل مشاكل كتير، لان متهيألي الاركيتكتس بيبقى لهم دور كتير في حته حل المشاكل، وبالذات في حته الريسيرش والنزلات والحاجات الجميله اللي احنا بنعملها از اركيتكتس يعني. بس الحقيقه انت يعني حطيت ايدك على نقط مهمه جدا من خلال المشروع بتاع البيانالي ده، وهي فكره انه ازاي نعيش مع بعض في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. يعني زي ما انت قلت كان في عادات معينه موجوده زمان ما بقتش موجوده دلوقتي، فدي يمكن من الحاجات اللي اثرت على تشكيل الهويه، وده اللي انا كنت بتكلم عنه في الاول، انه ان فكره الهويه دي بقت صعبه ان الواحد يمسكها بسبب التدخلات والكونفليكت والجلوبال كونفليكت اللي حصلت على مستوى العالم، سواء من العلماء ومن الراسماليه ولا من فكره الابهار بقى اللي حصل، انه هو ده دلوقتي الهويه اللي بقت سائده بشكل كبير. يعني انا بقى يعني هسالكم كده باشمهندس محمد وباشمهندس احمد سؤال اخير كراب اب كده او كسمري للمحاضره دي. فكره السوشيال اركيتكتشر او العماره الاجتماعيه، هل دي ممكن تبقى يعني جانر او نوع مستقل من العماره بعد كده؟ يعني احنا عدينا بفترات كبيره جدا بنقول دي العماره الكلاسيك، دي العماره الرينيسانس، دي العماره الديكونستراكشن، دي العماره اللي مش عارف ايه، هل ممكن في وقت من الاوقات نيجي نقول دي عماره اجتماعيه؟ او هل اصلا في منطق ورا الكلام ده، يعني ورا الفكره دي، ان ممكن نقول بعد كده ان في حاجه اسمها سوشيال اركتكتشر؟ نبتدي، ممكن مين عايز يبتدي؟ انت احمد ولا باشمهندس محمد، مين عايز يبتدي؟ يلا ممكن باشمهندس محمد. تمام. هي العماره الاجتماعيه انا حاسس انها يعني هي كانت موجوده، يعني هي كانت موجوده يعني مثلا فتره حسن فتحي، يعني جت في فتره كانت منتشره ودكتور حسن فتحي واشتغل شاف فيها ونشرها والناس فهمتها، وبعدين حصل جاب ما بين الفتره ديت للفتره اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي فتره زي اللي كنا بنذكر في الاتحاد السوفيتي او غيره، ان تدمرت العماره التقليديه او العماره الاجتماعيه لعماير علب اسمنتيه الكبريت، علب كبريت بتتكون بنفس الاورينتيشن بنفس الشكل بنفس الطيب،
فبتكون حاجه كبيره من غير ما هو بيرجع للشخص اللي هيسكن في المكان دوت او او للمجتمع. والفتره دي للاسف ما حصلش فيها زي تطوير، وحصل ان في مهندسين كتير دلوقتي بيظهر نتائج شغلهم حاليا، زي دكتور وائل المصري، دكتور راسم بدران، دكتور عبد الحليم ابراهيم. كل دول دلوقتي الناس بقت ترجع للاصل دوت، او التطور اللي حصل من عماره حسن فتحي، او المفاهيم بتاعت حسن فتحي ازاي انها ازاي نبدا نرجعها تاني بدل العماره الخرسانيه اللي متكونه في الفتره ديت يعني، او الجاب اللي حصل ما بينها. شكرا يا باشمهندس محمد. باشمهندس أحمد، طيب بص، هو انا بالنسبه لي هسال سؤال قدام السؤال اللي هو مش الاجتماعيه ديت اللي هي كلمه سوشيال اركيتكتشر دي معناها الناس، العماره للناس. هو احنا بالنسبه لنا اصلا بنصمم اصلا لمين؟ مش هي العماره ديت للبني ادمين الطبيعيين؟ هو يعني انا بالنسبه لي باخدها ببساطتها كده، اللي هو انا بصمم البيت ده او المبنى دوت او الشركه دي او اي حاجه للناس. فانا شايف ان هي كلمه سوشيال اركيتكتشر شود بي اللي هي جزء اصلا من اي كيان، يعني اللي هو ما ينفعش تقول انا بالنسبه لي زي كده اطبخ طبخه من غير الملح بتاعها. طب انا بالنسبه لي الملح اصلا بتاعها لو ما فيش في الطبخه الملح مش هيحس طعمه. هي العماره للناس، ولو ما بقتش للناس مش هيبقى ليها طعم العماره اللي هي اصلا الاساسيه. العماره مش معموله عشان خاطر تخدم البشريه او اللوكالز او اي حاجه. فبحس ان كل بنبعد عن حته اللوكال وحته السوشيال وحته البني ادمين، حته ان احنا بنهتم بالشخص نفسه. مين قال ان احنا نبني مباني كل الفلوس الكبيره ديت وفي الاخر ما نحققش منها اي غرض انفيرومنتال ولا اي غرض وظيفي ولا اي غرض اي حاجه، وفي الاخر عشان توصل لشكل جمالي وتدفع فلوس عشان تجيب من وراها فلوس. احنا اللي ماشيين غلط، واحنا عندنا فكر غلط. مش بتكلم على احنا اللي هو احنا كمصريين، لا، احنا العالم كله متجه في فتره كده الفكر غلط. انا بهتم ان المبنى شكله حلو. طب هل فكرت كده الناس اللي جوه دول هيستمتعوا بالمبنى ده؟ الاكسبيرينس الكفايه اللي انت تقدر تحققها لهم؟ يعني بالنسبه لي كده المثال اللي احنا بنقوله كسوشيال اركتكتشر، هل في مفهوم ممكن يبقى؟ لا، هو المفروض يبقى. يعني انا ده وجهه نظري، اللي هي المفروض تبقى في وسط الجمله عشان تدي جمله مفيده في الاخر. يعني بلاش نعمل اللي هو ايه، انا بالنسبه لي بعمل مستشفى فاقوم اعمل لهم كونسبت بره، فالمريض يجي يخش يفضل يبص في الكونسبت فيموت وما يخشش المستشفى ولا يتعالج ولا اي حاجه. فانا شايفها كده، اللي هي حته السوشيال اركتكتشر شود بي اللي هي ان ذا سنس وي ار سبيكينج. وانا يعني بتفق معاكم على الكلام اللي انتوا قلتوه، وبصراحه يعني انتوا عرضتوا يعني قضايا مهمه جدا ونقط مهمه جدا. ممكن يعني لو حبينا كده نعمل زي راب اب كده سريع، يعني من خلال المشاريع بتاعت باشمهندس محمد وباشمهندس احمد، انه احنا بنتكلم ان في اسبيكتس معينه، نون فيزيكال اسبيكتس او حاجات مش مبنيه هي اللي بتشكل المجتمع اللي عندي. لو بنتكلم على التراديشنز، بنتكلم على الكاستمز، بنتكلم على الكالتشر، بنتكلم على الدين. وفي حته كمان الاويرنس، انه مدى الاويرنس بتاع اللوكلز بالمنطقه ومدى الاويرنس بتاعنا احنا. يعني هل احنا كمعماريين عارفين المشاكل اللي موجودة هناك؟ هل احنا عندنا الاستيعاب والوعي بالمشاكل وبالظروف اللي موجودة في المناطق هناك؟ دي كمان مشكلة يعني محتاجين ناخدها في الحسبان واحنا بنعمل ديزاين لأي يعني ديزاين لأي مشروع في المشاريع الاجتماعية بالذات. يعني طبعا استخدام اللوكال ماتيريالز، التراديشنال واي اوف ديزاين، ده كمان من الحاجات اللي يعني مطروحه بقالها برضو زمن، بقالها كتير قوي، يعني كتير قوي بنقعد نتكلم على فكره انه الريسورسز خلاص بتخلص،
ولو احنا اعتمدنا على الخرسانات والمودرن ماتيريالز او وات ايفر، احنا مش هنلاقي يعني خلاص، احنا ده بياخد كتير قوي من الريسورسز اللي عندنا، وباي 2050 او 2050 التاريخ اللي بيعمل لنا ازمه ده مش هنلاقي ريسورسز بعد كده. فده هنحل بيه المشاكل المعماريه يعني قدام ازاي؟ فكره البريزرفيشن او الهيستوري، ازاي التاريخ بيخش معايا في الموضوع ده؟ احنا بنتكلم على فتره زمنيه تعتبر مفككه الى حد ما، يعني من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه سياسيه ومن ناحيه اجتماعيه. طب ده هيأثر معايا ازاي؟ طيب هل انا لو هحافظ عليه احافظ عليه ازاي؟ البرنسبلز اللي موجوده في الاركتكتشر، هل دي بتمثل الحقبه الزمنيه دي ولا ما بتمثلش؟ ولا انا هحس ان انا وانا داخل كواحد عايش في المنطقه ده حاجه غريبه قوي عليا. الحاجه الاخيره ان احنا بنتكلم على برضو الكلمه المعقده قوي، هي الايدنتيتي وفكره الهويه في الزمن الجديد ده، في زمن المودرنتي او البوست مودرنتي، يعني في زمن الجلوبالايزيشن، زمن العولمه. ازاي يعني كلمه الهويه دي الدايمنشنز بتاعتها او الابعاد بتاعتها راحت لفين من بعد يعني، او في الوقت ده وبعد كده هتروح لفين؟ بس انا يعني بشكر باشمهندس محمد زكي وباشمهندس احمد على الـ يعني الاضافه الرائعه بصراحه يعني، والمحاضرتين والمحاضره والمشاريع الحلوه اللي هم عرضوها علينا. يعني انا بصراحه يعني في حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها بصراحه، يعني عرفتها واستفدت كتير قوي منكم. يعني دلوقتي ممكن ناخد أسئلة من الناس اللي حاضرة. شايف في السلام عليكم. دكتور نورهان، دكتور نورهان الزعفراني طبعا. لا مساء الخير. يا خير يا دكتور. أنا في الأول أحب أشكركم جدا على التوبيك. I've been preaching this for a while. يعني أنا الماسترز بتاعتي كانت بتتكلم برضو على فكرة ازاي نحط نفسنا في البوينت اوف فيو بتاع اليوزر اللي مش من نفس اللايف ستايل بتاعنا. والبي اتش دي بتاعتي كانت شوية بتتكلم على النقطة بتاعت الايدنتيتي بس بشكل لايرد اكتر. فانا انا بعيده جدا في نقطه ان هي يعني كلمه فضفاضه بشكل مرعب جدا، وهتفضل فضفاضه وملهاش ماسكه طول ما احنا بندور لها على اجابه واحده. ف يعني اتس مور اوف ا كومنتري اكتر من ان هو سؤال يعني. ف بالنسبه للموضوع هل السوشيال اركتكتشر ويل بيكام ان اركتكتشر سكول اور نوت، انا متهيالي ان هي مش مدرسه معماريه، هي مدرسه فكريه. يمكن احنا علشان في الوقت الحالي والريسيرش وايز الموضوع ده بدا يبقى يطلع على السيرفس شويه يمكن في اخر 10 سنين سواء عالميا او محليا، فبدانا نحس انه بديهي انه لازم تكون العماره سوشيال او الاربن سوشيال او ان المدينه بتاعت البني ادمين. لكن الموضوع ده ما كانش بديهي بالشكل ده قوي مثلا 20 years ago، وديفينتلي ما كانش بديهي خالص 50 years ago. عجبني الكومنت الاولاني بتاعك خالص بتاع سيتي اوف سبيكتاكل، بس هو انا يعني بس احب اضيف نقطه ان سيتي اوف سبيكتاكل مش 50 years old، they actually much older than this. وهتلاقي كتابات عن السيتي اوف سبيكتاكل من ايام فتره نابليون، وهي it's about painting a picture، وهي انا برضو بعتبرها مدرسه فكريه اكتر من ان هي مدرسه معماريه. وهي فكرة ان احنا بنرسم صورة حلوة، مش مهم ورا الصورة ايه، بس هو احنا بنرسم صورة حلوة. فالشوارع عندنا شكلها كيوت وعليها الكافيهات اللي شكلها حلو، وانت بتتمشى بتشوف حاجات تحسسك ان انت في الشانزليزيه، وفكرة البيسترو وكل الكلام ده. This is how it started actually in Paris. وذس يعني went on for a very long time. وليه هي city of spectacle بالذات كانت بتتكلم على فترة نابليون؟
طبعا بسبب اوسمان ابروش، اللي هو فكره احنا عندنا المدينه من جوه dilapidated و completely dead and poor and everybody is living in misery، بس في نفس الوقت عندنا الشوارع الرئيسيه من بره احنا ظبطناها ووسعناها وعملنا عليها حاجات شكلها حلو، فده الجزء الاثاتيك من الموضوع. يمكن كمان كان في جزء فانكشن من الموضوع زي بتاع هيوجو والانفراستراكشر اللي بدأ يظهر، لكن القلب بتاع المدينة كان ديلابيتيتد وده كمل شوية. والرد بقى في المقابل على ده ما كانش بشكل اللي هو البديهي يا جماعة احنا let's make the city for the people، لا بالعكس خالص، ده كان الرد على الموضوع ده كان السيتي بيوتيفول موفمنت والفانتازيا والفيوتشرستيك ابروتش وكل الحاجات العظيمه اللي كانت حصلت من بعد المعرض بتاع فيوتشراما، اللي هو نتج عنها كل السيتيز اللي احنا بنقول عليها الجلوبالايزد سيتيز دلوقتي، اللي انت قلت عليها سيتي اوف سبكتاكل، بس هي يمكن اكتر سيتي اوف ماشين أو سيتي أوف إيكونومي، فهي بتعبد الآلة والفلوس والكابيتاليزم. المبدأ بتاع البوست ليبراليزم أو البوست ستراكتشرال أبروتش حسب أنت واخدها من وجهة نظر مجتمعية ولا من وجهة نظر فلسفية، هو لسه يعني إيه ملبك شوية، لأن البوست ستراكتشرال أبروتش بيفترض إن كل الستراكتشرز اختفت. طبعا ده في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي انت قلت عليها اللي هي سياسيا على مستوى العالم او اللي هي الترامبيزم that we've been going through اثبتت ان this is actually not true، ان لسه في structures وان في structures دي بتعافر جامد، بالذات السايكلز بتاعت الميل للرايت وينج، وان ازاي هم بيحاولوا يغلفوا نفسهم بان احنا ده احنا بتوع الكونسرفيشن والبريزرفيشن while it's not really that. فهنا بيجي الاسبكت بتاع الدايفرستي، وده اللي باشمهندس احمد وباشمهندس محمد يعني وضحوه جدا، اللي هو فكره انت بتشيل نفسك من your own point of view او your own paradigm وبتبدا تاخد بعضك وتحط نفسك مكان اليوزرز، وان اليوزرز دول مش مجرد كيان واحد بلا مسمى، لا دول ناس كتير وفيهم ليهم اغراض يمكن تكون متضاربه، ليهم تاريخ ممكن يكون مختلف، ليهم تراديشنز ممكن تكون مختلفه، وان اتس اور ديوتي، وده اللي باشمهندسين كانوا بيتكلموا عليه من شويه، ان هو واجبنا ان احنا نبدا ندرس ده، بس هو مش بديل. يعني في فرق كبير جدا بين ان هو واجبنا وبين ان هو اتجاه بديهي. وكتير من اساتذتنا الكبار يعني اللي حضرتك ذكرتهم يمكن دكتور رسم بدران ودكتور عبد الحليم، دول الاوتلايرز، دول مش يعني دول مش الاساس اللي موجود، انما السواد الاعظم من اساتذتنا في الحقيقه بيكونوا شايفين الكلام اللي احنا بنقوله ده خيالي جدا واحلام الفتى الطائر وحاجات. يعني انا فلات اوت اتشتمت لما عرضت الكلام بتاع السوشيال اربانيزم في منتدى في مره في الاوبرا، فلات اوت يعني دكتور جليلة القاضي يعني وقفت ورزعت على المكتب وشتمتني ومشي. فاي اجري ان هي مدرسه فكريه مهمه جدا، وانا بحييكم جدا جدا على عرض الافكار دي، بس للاسف محتاجين ناخد بالنا ان هي مش بديهيه خالص، وان احنا يعني we have to advocate ليها، يعني احنا محتاجين ندعو ليها، مش ان احنا نفترض ان هي كده كده ده اللي المفروض يحصل، لا لا، يعني افتراض ان هي كده كده ده اللي المفروض يحصل صعب جدا جدا، بالذات في الفترة اللي احنا فيها مع موجة الرايت وينج اللي ماشية في العالم كله واللي هي inevitable في الحقيقة. يعني احنا لو بصينا على التاريخ بنلاقي ان السايكلز بتاعت ان الرايت وينج او الفايولنس او الاكستريميزم حسب كل فترة كانت بتتسمى بايه، بس هي كده كده بتيجي.
ومش هتتكسر غير لو احنا اعترفنا ان اللي احنا بنطالب بيه دوت مش بديهي لكن مهم. فده ده الدور اللي احنا بنتكلم فيه. انا اسفه جدا ان انا طولت وان انا يعني دخلت غلست عليكم في الندوه، بس ميرسي جدا واشكرك جدا يا باشمهندس طاهر على المواضيع العظيمه. ميرسي. السلام عليكم. شكرا جدا جدا يا دكتور نورهان، يعني بصراحة ألو، الرايت بوينت. دكتور شيماء عاشور معاك. طيب هو تقريبا حصل يعني في ديلاي عندي في الصوت، معلش علشان النت. تمام. حابة أشكركم جدا على المحاضرة بجد، يعني جميلة جدا باشمهندس طاهر، سامعني كده ولا؟ مهندس محمد، باشمهندس أحمد. كده صوت مسموع؟ مسموع ده. تمام. حابة أتكلم عن نقطتين. أول حاجة يعني المحاضرة بصراحة تحفة جدا، كويسة جدا. اتكلمنا عن التأثير المتبادل بين ارتباط العمارة بالإنسان والمحيط العمراني، وده كان نقطة مهمة جدا. البساطة في التصميم أو الفورم لما بي أسامبل، وإزاي إن إحنا فرضنا حلول معمارية بحيث إن المشاريع اللي قدمها باشمهندس محمد، ازاي ان احنا نرتبط بالطبيعة او ان احنا نفعل الطبيعة او الماتيريالز اللي استخدمناها في ان هي تخدم المكان او الحيز بتاعنا، من غير ان احنا نقدم فورم معقد او ما نبنيش افكارنا على بس بساطة. يعني هي مجرد بساطة التعبير. دي نقطة هايلة بصراحة جدا في المشاريع. مش معنى كده ان احنا يعني حطينا، لا احنا حطينا حلول ببساطة، وصلنا فكر وأثرنا او ربطنا الانسان بالبيئه بتاعته. دي حاجه كانت جميله جدا. المشروع اللي كان مقدمه باشمهندس احمد، وطبعا انا مستغربه يعني ان هو وصل لل 36، يعني يا نهار ابيض. يعني لا ده بصراحه المشروع كان رائع. انت وصلت للبي اي ام وبرامج جراسوبر وكل دوت، يعني لا كان يستحق بصراحه اكتر من كده. بس انا مش عارفه برضه تقييم المشاريع قبلها، بس كان يعني لفت انتباهي قوي نقطتين. اول حاجه حرصك الشديد او الحرص التيم ان هو يشتغل على الذاكره للمكان، ورفض ان هو يترك او يهدم التراث، الحاجه او المبنى القديم دوت. لا ده انا هتارجت ان ابني حاجه جديده ليها تفاعل مع ذاكره المكان والماضي بتاعه، واطلع للعصر الجديد بذكاء. دي حاجه كانت بصراحه مفاجاه ليا. وتفعيل كمان النشيد او الكلمات الوطنيه في ككونسبت معاك بصراحة كان مشروع هايل جدا. وأنا مش هطول يعني علشان زمايلي برضو، وشكرا جدا على المحاضرة الرائعة دي بجد. شكرا يا دكتور. بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا جدا يا دكتور. مين؟ باشمهندسة هبة. يعطيكم العافية جميعا. أنا هبة بطاينة، مهندسة خريجة 2020 من الأردن. شكرا، يعطيكم العافية بم أريبي على المحاضرة، يعني دائما مفيدة ومنستفيد منها. كان عندي سؤال للمهندس محمد زكي. يعني بداية أي مشروع، يعني لما بتبدأوا في أي مشروع بالذات، يعني لفت انتباهي مشروع السنغال، وكيف أنتم أخذين فكرة إنه أنتم بدكم تستخدم من الماتيريال المنطقة، وبدكم تاخدوا فكرة المكان أصلا ويكون إشي مش غريب على الناس. كيف بداية أي مشروع، بشو بتفكروا، يعني شو هي النقطة الأولى اللي بتدرسوا فيها أي مشروع؟ وشكرا لكم، يعطيكم العافية. اتكلم ولا طيب؟ اتفضل يا باشمهندس. هي الفكرة كلها في الأساس، يعني هي كانت مسابقة معمارية، وتقدم أفكار كتير في المسابقة ديت.
فالبداية كلها انت بتشوف احتياجات الناس ايه هناك. هم كانوا حاطين برضو كيس ستادي اللي هم طالبينه ان هم عايزين يستخدموا ماتريال معينة ببادجت معينة، كمان هم حطوا مقايسة للبادجت اللي محتاجينها انها ما تتعداش. في بداية المشروع كل ده بنحطه في بالنا، بنشوف كيس ستادي، بنشوف مشاريع اتكونت قبل كده ازاي ممكن نستخدم اللوكال ماتيريال. طب هم محتاجين ايه بقى يعني كسوشيال بقى، هم محتاجين ايه بالظبط؟ هل هم محتاجين حاجة يعني؟ اكيد لو هنعمل مدرسة مثلا في اي مكان تاني غير السنغال هيبقى فانكشن مختلف عن عن الكون. يعني هم عندهم بالنسبة لهم مهم جدا يكون المكان فيه حرفي، تعليم حرفي وتعليق، وفي برضه زي تربية طيور. يعني هم كانوا حتى ذاكرين انهم عايزين مكان يربوا فيه طيور، فدي كانت مهمة جدا ان نشوف الفانكشن اللي محتاجينها ونحاول نوفرها بالاربن فابريك الموجود في المكان، بحاجة انهم سهل انهم يكونوها بعد كده، انهم يبنوا بعد كده بنفس الطريقة. وهو فعلا يعني في السنغال هم بيستخدموا الطرق دي، بيستخدموا ساند باك، بيستخدموا الراميد ايرث، بيستخدموا المد، بيستخدموا البريك عادي، بيستخدموا كل الكلام الجاك ارش والارشات والاوبب والحاجات دي كلها. فهي بالنسبة لهم يعني حاجة سهلة انها تتبني وتبقى sustainability انهم تتكون بعد كده يعني. شكرا يا باشمهندس محمد. باشمهندس السيد عامر، هو موجود؟ هو رفع ايده بس مش موجود. طيب، هو في طلب، هل ممكن يمكن الحصول على مادة مشروع مجرى العيون؟ هل انتم يعني ممكن تشاركوا مشاريعكم، او يعني في مثلا تدوا لينك للبابليكيشن بتاعت مشاريعكم، سواء يعني باشمهندس محمد او باشمهندس احمد؟ ما فيش مشكلة، انا هسيبها على يعني هبعتها على الشات. طيب تمام، اوكي طبعا اكيد ما فيش اي مشكلة، نسيبها على الشات، مش مشكلة. الموضوع بتاع الابليكيشن والمجلات والحاجات بتاعت المشاريع كلها ما فيش مشاكل. تمام. في سؤال من باشمهندس اشرف بيقول: كيف نصل لمتطلبات المجتمع وهويته في منطقة مثل ليتوانيا غير طلبات ايه غير طلبات وراي ايه وراي الدكتوره المشرفه عن الماجستير، خاصه في وجود مسابقات عالميه؟ هل يتوجب زياره المكان او ان الثقافه تكفي لتحديد المطلوب؟ ومتهيألي الإجابة بتاعت السؤال دوت، هي الفكرة إن زي ما قلت لكم في الأول، هي الرحلة يعني هو كان في عوالم ورا الموضوع بتاع المشروع دوت، موضوع الناس اللي هناك، موضوع إن إحنا أصلا ما اكتشفناش الثقافة بتاعت المشروع دوت، وإن الناس نفسها مش حابينه إلا لما رحنا ولقينا إن الناس بيرسموا عليه الرسومات ما بين الأبيض والأسود، وإن الأعمدة مرسوم عليها رسومات. فما بدأناش إن إحنا نحس الموضوع دوت. الأول كنا قاعدين مع ناس روسيين هناك وكنا بنكلمهم في الموضوع ده، كان بيقول لك ليتوانيا ما بتحبش الاتحاد السوفيتي. فاحنا بالنسبه لنا كنا واضح لنا من الاول كده، من قبل ما نسافر، لان احنا كان معانا اوريدي في ايطاليا كان معانا ناس ايه يعني فكر اوروبي شويه او فكر روسي شويه، او الفكر بتاع الاتحاد السوفيتي شويه. هم بالنسبه لهم كلهم كدول بيتكلموا روسي وما عندهمش اي مشكله، لكن الفكره بقى هل انا بالنسبه لي قابل ان انا ابقى، مش حته ان انا ابقى مستعبد او محتل، لا، حته ان انا اسمي مع اسمك مش اسم مختلف. يعني مثلا كان واحد صاحبي من اوكرانيا كان يقول لي انا بالنسبه لي اوكراني وما تقوليش ان انا روسي، مع انه هو كان في الاتحاد السوفيتي وكده وكان ما عندهمش مشكله خالص وبيتكلم روسي اكتر من يعني انا لما بساله انت عندك في دولتك بتتكلمه اوكراني يقول لي قليل جدا لما بتكلم اوكراني، لكن انا اصلا وانا واهلي والاوكرانيين كلهم بيتكلموا روسي. لكن المشكله كلها ان هم على قد ما هم بيتكلموا مؤمنين بالمبدا، بس على قد لما هم لا مش قابلين حته ان هم يبقوا تحت الاتحاد السوفيتي. كلمه ان انت كدوله تحت مكان بعد ما حصلت على الاندبندنس بتاعتك، فكان لازم ان احنا نزور المكان. الموضوع ما كانش، الدكتوره نفسها كانت ايطاليه، ما كانش معلومات من الدكتوره، على قد ما هو كان سايد فيزيت، على قد ما هو كلام مع الناس. قعدنا اسبوع هناك انا وواحد زميلي، قعدنا نسال الناس، قعدنا بصراحة بحس إن في كل المسابقات اللي دخلتها، في مسابقات ارتبطت بالشارع وارتبطت باللوكلز، حسيت منها إن أنا طلعت برودكت أحسن
من البرودكت اللي طلعته من قرايه وثقافه وعرض مشروع، خصوصا ان المسابقه ما بتظهرلكش كل حاجه، يعني ممكن تقول لك معلومه بس المعلومه ديت من وراها حاجات مش هتعرفها غير من الشارع هناك. ما كانوش قايلين ان المبنى دوت الشعب هناك مثلا مش حابه، فعشان كده كانوا عايزين يدمروه بالشكل الكامل، لكن عرفناها لما قعدنا مع اللوكالز وكلمنا الناس، وبدات اوري للناس هناك البرودكت بعد ما نفذت المسابقه دي وزرت المكان ووقفت على الهيل نفسها ووريتهم الصوره بتاعت المبنى الجديد اللي انا عايز ابنيه. هو نفسهم انبسطوا بحاجه زي كده وكانوا يعني متفائلين بالمبنى وكده. انا عايز اقول ان المسابقه كانت فعلا مختلفه تماما بعد الزياره عن قبل الزياره، ما كناش واصلين للفكر ده، بس بعد الزياره وصلنا لفكر تاني خالص. بس شكرا يا باشمهندس احمد. في باشمهندسة مبروكة رفع ايديها. موجودة برضه. طيب، في سؤال اتكتب هنا من باشمهندسة شيرين: هل من المفترض ان هذه المشاريع تتعالى على المادية او الماتيرياليزم كما ورد بعنوان المحاضرة، ام انها تنفي المادية؟ السلام عليكم. أفخر السؤال. وعليكم وعليكم السلام. السلام. أولا أعرف بنفسي الأستاذة مبروكة فلاح من جامعة عمر المختار ليبيا. الحقيقة أشكر المحاضرين لأنهم قدموا محاضرة رائعة جدا، وأشكر جميع القائمين على هذه المنصة. حقيقة نحن نفتخر بمعماريين عرب بهذا المستوى، لديهم القدرة على التعامل مع جميع الثقافات، لديهم إلهام وقدرة على التصميم، تصميم فعلا عمارة للإنسان في جميع المواقع، لا تقتصر على مواقع محلية بالنسبة لهم، وهذا دليل على سيطرة المعماري حقيقة. أنا قرأت في هذه التصميمات تحليل وقراءة لروح المكان، هذا ما مكن المصمم من تصميم مشروع بلغة قابلة للقراءة بدرجة عالية من الإنسيابية سواء للمكان أو للمستخدم. أعتقد أن محاكاة المكان هي ترجمة ذلك فيما حقق الربط ما بين القديم والحديث. كذلك لاحظت أن تم تطبيق يعني العديد من عناصر الاستدامة على كافة المشاريع. نحن نعلم أن يعني أدق نقطة في الاستدامة هي the problem is the solution. في التصاميم التي شاهدتها خصوصا التصميم في أفريقيا، فيه درجة عالية من يعني من تحقيق الاستدامة واستخدام المواد المحلية، وفعلا كانت الحلول هنا هي التي صنعت المشروع. وأحب يعني أشكر جميع السادة القائمين وشكرا لكم، بارك الله فيكم جميعا. بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، مبروك. طيب كنت تقريبا نسيت سؤال. خلينا نرجع للسؤال الثاني اللي هو بتاع باشمهندس شيرين: هل من المفترض ان هذه المشاريع تتعالى على الماديه كما ورد بعنوان المحاضره، ام انها تنفي الماديه؟ هل هي بتلغي الماديه؟ انتوا شايفين ايه؟ مش واصل للسؤال. يعني هي الفكره كلها ان الماديه والجماليه ديت، ان احنا بالنسبه لنا بنفكر ازاي المبنى جميل، او ازاي ان احنا بالنسبه لنا بندفع فلوس في المبنى. الفكره ان احنا هل احنا رايحين في الاتجاه ديت، هل الموضوع هنا كان في اتجاه ان احنا بنعمل حاجه الماده فيها كتير او الحصول على الماده هو السبب والجماليه ان احنا بنطلع شكل جميل، ولا هل الموضوع كان في وراه حاجات تانيه كانت هي دي اهم حاجه في دراسه المشاريع؟ فانا شايف ان الاربع يعني من وجهه نظري شايف ان المشاريع المعروضه كانت رايحه في اتجاه ان احنا بعاد كل البعد عن حته ان احنا كان اهم حاجه الهدف عندنا ان احنا نبني مبنى جميل، او ان احنا نطلع مبنى يكون شيك، او يكون مبنى الماتيرياليزم بتاعه كما ورد في السؤال، يعني ان احنا بنهتم بيه قوي. لا، احنا رايحين في حته سستينابيليتي، رايحين في حته هويه، رايحين في حته تاريخ، رايحين في حته دين، رايحين في كذا حاجه كانت فعلا رايحه في حته المشروع اللي هي ايه ما وراء الحاجات دي. فاحنا مش بننفي، احنا اي مشروع زي ما كانت تقريبا الدكتوره بتقول من شويه، اللي هي حته
ان احنا بنروح في حته الاجتماعيه. لا، ما الاجتماعيه موجوده بس لازم نروح ليها، يعني هي مش شيء بديهي. بس في المحاضره هنا كنا بنتكلم في حته ازاي ان على قد ما احنا بنتكلم في الاجتماعيه، بس بنتكلم ان هي ايه بقى اللي ورا المبنى، وايه ورا ان احنا بنجيب فلوس. ما احنا لازم هنجيب فلوس، اي مشروع في الدنيا هيتعمل هيجيب فلوس، ماشي، اللي هو لو انت غرضك منه فلوس. بس احنا كمعماريين بقى دورنا، احنا رايحين لده ولا احنا بنحاول نرجع للسوشياليزم اكتر وحته الاجتماعيه اكتر؟ بس باشمهندس محمد عندك تعقيب؟ هو يعني كلام باشمهندس احمد مظبوط 100%، بس هي تاكيد للكلام، وان هو ان 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 مش يعني مش لما عايزين نعمل مشروع يجيب فلوس يبقى معناه اننا نعمل حاجه، يعني زي ما احنا بنشوف دلوقتي مثلا بحاجات ما تمشيش مع البيئه بتاعتنا، لان احنا في الاخر بنلاقي مشاكلها بتظهر سواء حراره عاليه زي كيرتن وول والحاجات دي، حراره عاليه من غير ما نعمل لها معالجات اللي تمشي مع البيئه بتاعتنا. فهي مش معنى ان المبنى يكون يعني لوكال او يكون مثلا مبني بطريقه معينه ان ده ما بيجيبش مثلا الفلوس او بيجيب العائد بتاعه. هو كل مشروع من المشاريع ليه غرض منه، سواء غرض استثماري فانت بتكون جزء استثماري فيه، غرض اجتماعي فانت بتكون غرض الاجتماعي ليه، ما بين الاثنين فانت بتوازن ما بين الاثنين. ف هو يعني هم مرتبطين ببعض اكتر. يعني أنا يمكن أحب يمكن أضيف حاجة، يعني ويمكن في بالي المشاريع اللي بتطلع دلوقتي، اللي هو مثلا زي الإسكان الاجتماعي وكده. يعني مثلا أنا كشخص ما أعرفش إذا كنت أنا لو اتحطيت مثلا جوه منطقة مثلا من المناطق اللي هي الإسكان الاجتماعي دي، إذا كنت حاضر أتعايش مع المنطقة دي ولا لأ. وده يمكن بالسبب اللي هي الشكل اللي هو زي ما قلت يا باشمهندس محمد، اللي هي الأشكال الخرسانية، البوكسات اللي هو العلب اللي هي الصناديق اللي بقت محطوطة دي. ففكرة إن المادية ليها زي ليميتس او ليها بوردر معين، يعني انه ما يعني اني فكر الماديات، في فرق ما بين الماديات والجماليات، يعني الاستاتكس والماتيرياليزم، الاثنين دول في خط رفيع قوي بين الاثنين دول. انت ممكن تعمل حاجه يعني ممكن تكون شكلها حلو جدا بس مش بتلبي الاحتياج الاجتماعي بشكل مكثف، يعني او العكس. يعني ممكن تعمل حاجه فانكشنال جدا والناس بتستفيد منها، بس شكلها وطريقه التصميم بتاعها والنسيج بتاعها مش مريح للتعايش معاها. فهنا الكونفليكت، انه هل ان انا عشان عملت حاجه كديزاين وايز بتخدم، هل بقت اجتماعيه ولا لا؟ هل يمكن ده يمكن الايه الكونفليكت مثلا، او ده الحاجه اللي انا ايه يعني بفكر فيها. يعني في باشمهندسة بسمة عندها سؤال. بخير. لانه انا بمناسبه بس ان حضرتك ابتديت تتكلم عن الاسكان الاجتماعي، انا رسالة الماجستير بتاعتي كان مشروع ابن بيتك. فطبعا ابن بيتك ده اصلا يعني هو بيعتمد في الاساس على الجهود الذاتيه وعلى المشاركه مع السكان وعلى الحاجات دي. فاعتقد من ناحيه الاسكان صعب قوي تعمل في مصر، يعني حتى زمان خالص ايام مشاريع البنك الدولي والكلام ده كان، يعني مثلا المشروع اللي هو الكور هاوس كان بيشتغل، كان اتعمل في اسماعيليه واتعمل في العاشر من رمضان واتعمل كده. اي حاجه بيخش فيها السكان في مصر للاسف ما بتبقاش منظمه، يعني حتى الاستبيان اللي بيتاخد ارائهم فيها بيبقى الاراء مختلفه جدا. وانا نفسي لما عملت استبيان جوه ابن بيتك ده لقيت ان كل واحد براي، يعني ما اعرفش هي يمكن ثقافه ما اعرفش او حاجه، ان ما فيش اتفاق على
على معايير واحدة أو احتياجات واحدة. والعمل الاقتصادي مهم جدا في التصنيف في مصر للأسف، ففكرة إن أنت تعمل حاجة إن أنت تعرف يعني الناس اللي هم اللي عايشين أو لوكالز يبقوا مبسوطين أو كده، مش يعني صعبة تبقى موجودة في مصر للأسف. يعني هم المصريين بيتبسطوا قوي لما يبقوا في الكرة والحاجات دي، كل واحد يجي بيته بنفسه من أوله لآخره وما يكونش فيه أي قوانين أو أي حاجة. معرفش الكلام اللي بقوله ده عيني ولا لأ، بس يعني من خلال التجربة يعني والاستبيان اللي أنا كنت عملته والدراسة بتاعتي، ممكن يتعمل الموضوع ده مثلا في المباني العامة، في المباني اللي هي تبع الحكومة ممكن مثلا الموظفين يسألوا كده، إنما السكان أو الناحية من ناحية الإسكان صعب جدا، لأن كل شريحة في المجتمع يعني جوه الشريحة الواحدة احتياجاتهم مختلفة وآرائهم مختلفة. بس أنا بس حبيت أحط الهنت ده، معرفش يعني في إفادة ولا لأ يعني، بس خير. أوكي، شكرا. شكرا يا باشمهندسة بسمة. يعني لو ما فيش حد تاني عنده أسئلة، يعني أحب كده إن أنا أشكر باشمهندس محمد وباشمهندس أحمد على المشاريع الرائعة والمجهود الرائع اللي أنتوا قدمتوه بصراحة. و يعني أنا بقول إن دي نقطة بداية لحاجات أحسن بعد كده، ويعني أنا شايف إنه إن شاء الله يعني الترند ده يخش كمان في سوق العمل، ويخش بعد كده يعني ممكن حتى يعني في التعليم المعماري ذات نفسه. يعني لو ينفع بعد كده يعني ممكن نعمل ندوة بحالها على موضوع التعليم المعماري ده، لأن ده كده موال لوحده يعني. انا يعني احنا كده بنختم يعني الندوة دي النهاردة. بشكر الناس كلها اللي حضرت، وبشكر بيم اريبيا وباشمهندس عمر سليم تاني على الاستضافة الجميلة النهاردة. وبس يعني انا احب لو حد بعد كده مثلا عنده أسئلة وعنده استفسارات ممكن يتواصل معانا، ممكن مثلا ثرو ميل او مثلا من خلال صفحه بيم اريبيا او وات ايفر. يعني لو حابين تشاركوا يعني باشمهندس محمد او باشمهندس احمد الايميلات بتاعتكم.